أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ونواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح ولمساندة الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة بإذن الله هناخد عندنا محاضرة مهمة جدا في الريسبيريشن، وهي خاصة بالتطبيق الكلينيكي مهم جدا، وهو الهايبوكسيا أي نقص الأكسجين. وزي ما بنقول يا ولاد كعادتنا بنبتدي بامتحان على المحاضرة السابقة للتأكد ان في فيدباك، ان في متابعة جيدة. فنتوكل على الله ونبتدئ الامتحان. طيب، والامتحان ده قلت البيت يعني صعب شوية، فركزوا معايا فيه. وطبعا انتوا عارفين ان معظم الاسئلة دلوقتي وورد وايد على المالتبل تشويس، عشان كده انا بقولي اهتمام خاص اسئلة المالتبل تشويس. فاحنا عندنا بيقول لنا هنا choose the incorrect answer اللي هي wrong answer. Regarding the central chemoreceptors هنختار الخطأ، هي acts as hydrogen receptor صح، إنما stimulated mainly by hydrogen ions of arterial blood غلط طبعا، مع إنها hydrogen receptor. قلنا ليه؟ لأن إحنا اتفقنا إن الهيدروجين ion cannot cross the blood brain barrier، واللي بيعدي هو carbon dioxide وبعدين يتحول لكربونيك acid ويدي hydrogen ion. فيبقى استيميليتد مينلي باي هيدروجين ايونز اوف ارتيريال بلاد، هي دي الاجابه الخطا وهي الاجابه المطلوبه. نوت استيميليتد باي ارتيريال سي او 2 ان كيميكال فورم طبعا غلط، هو بيبقى استيميليتد بنقص البريشر اوف ارتيريال كربون دايكسايد اللي هو المتسبب في الكربون دايكسايد ان فيزيكال فورم، فتبقى الاجابه دي صح. اتس نوت استيميليتد باي ارتيريال سي او 2 ان كيميكال فورم، هو استيميليتد بالبريشر اوف كاربون دايكسايد اللي هو الفيزيكال فورم. السنترال كيمو ريسبتورز كلوز باي يعني قريبه من بات سيبريت فروم ميدالا ريسبيراتوري سنتر، صح. يبقى الاجابه الخطا اللي هي المطلوبه اللي هي بي في السؤال ده. السؤال الثاني ريجاردينج البالمونري كيمو ريسبتورز، اسف، ريجاردينج البريفرال كيمو ريسبتورز، اتس انهبيتد باي الكالوزيس، اجابه صحيحه. The main stimulus is decreased the pressure of oxygen. إجابة صحيحة. Are present in carotid sinus. هي دي الإجابة الخاطئة. هي موجودة عند bifurcation. Bifurcation of common carotid. Carotid sinus المساحة الواسعة دي معمولة لل pressure receptor. Arterial blood receptors. يبقى دي الإجابة الخاطئة المطلوبة. Not stimulated by anemia طبعا. لأن في الأنيميا بيقل الأكسجين in chemical form للهيموجلوبين، بينما هي استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين اور اوكسجين ان فيزيكال فورم اللي هو بيبقى نورمال في الانيميا. السؤال الثالث لانج اريتنت ريسبتورز ار رابيدلي ادابتنج ريسبتور، صح طبعا، وده طبعا من رحمه ربنا. ان تخيل ان لو واحد عايش في 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 بلد مثلا فيها نسبه تلوث عاليه كما اثينا، دي اول اكبر بلد فيها تلوث، يمكن القاهره بتيجي بعديها لما اتنين، تتخيل بقى لو قعدنا نكح على طول ويحصل لنا برونكو سباز. فعشان كده اللانج اريتنت ريسبتور، افتكروها ده سؤال مهم، دي رابيدلي ادابتنج ريسبتور. بينما اللانج ستريتش ريسبتورز اللي هي بتشتغل بتوقف الانسبريشن بعد ما ناخد التايدال فوليوم، بتنهبت الابنيوستيك سنتر والدورسال سباتي جروب، دي سلولي ادابتنج ريسبتور. مش معقول لان لو عملت ادابتيشن تبقى كارثه، لازم تستمر في العمل ما تعملش ادابتيشن. يبقى اللانج اريتنت رابيدلي ادابتنج ريسبتور، بينما اللانج ستريتش ريسبتور سلولي ادابتنج ريسبتور، فدي اجابه صحيحه. ار بريزنت ان ذا ميكوزا اوف برونكاي اند برونكيولز، اجابه صحيحه. ستيميليشن برودوسز برونكو كونستريكشن، اجابه صحيحه. ار اتاتش تو جلوسوفارينجال نيرف، طبعا لا، قلنا اللانج اي حاجه في اللانج في الثوراكس بتبقى بالعصب العاشر اللي هو الفيجاس. طيب ننتقل للسؤال الرابع ارتيريال بارو ريسبتورز
are high pressure receptors. إجابة صحيحة. Sends excitatory impulses غلط. الأرتيريا بروسيبتور بتبعت inhibitory impulses. يبقى هي دي اللي مطلوبة. Are attached to buffer nerves صح. Stimulation may produce respiratory apnea خدناها زي في حالة الأدرينالين قبل. طيب regarding the upper respiratory protective reflexes. During sneezing a glottis is closed then open suddenly. ده غلط ده في الكافينج. Swallowing leads to respiratory apnea صح. Receptors of coughing are attached to vagus صح في اللانج الفيغس. Irritation of nose lead to stimulation of trigeminal nerve صح ما هو النوز ده في السنيزنج. يبقى الإجابة المطلوبة هنا اللي هي الخطأ اللي هي تبقى نمرة ايه. وعليه يا أولاد هتبقى الإجابات المطلوبة كالآتي. بتطلب الإجابة الخطأ 1 B for baby 2 C for cat 3 D for daddy 4 B for baby وخمسة A for. هنتوقع الله ونبتدئ دلوقتي المحاضرة عن الهايبوكسيا يا أولاد. فعاوز تركزوا دي محاضرة مهمة لأن إذا كنت قلت إن في البلد من أهم المواضيع هي الأنيميا ففي الريسبريشن موضوع المناظر اللي هو الباثولوجي إحنا بندرس فيسيولوجي عشان نعرف الأمراض مين أهم موضوع عندنا هو الهايبوكسيا. بس يبقى أن أنا بحب أقول لكم حاجة مهمة جدا أنه ستيل الهايبركابنيا اللي هي زيادة ثاني أكسيد الكربون أكثر خطورة من الهايبوكسيا. فنبتدي بالهايبوكسيا وهو موضوع محاضرة اليوم اللي هي ليكتشر 10. قلنا يا أولاد أن إحنا one lecture is left for respiration ونفرغ من البرانش بتاع الريسبريشن. فهنتوقع على نبتدئ الهايبوكسيا. هنبتدي نشوف النقاط اللي هنتكلم فيها. ففي النقطة الأولى ما هو تعريف الهايبوكسيا؟ برضو أنا بحب الدقة الأوائل. لو ترجمناها حرفيا هايبوكسيا يعني نقص الأكسجين أكسجين ديفيشنسي. ده غلط. أهم حاجة تقول التيشو ليفل. يبقى هي نقص الأكسجين التيشو ليفل. يبقى الأوائل ما يقولش هايبوكسيا إز أكسجين ديفيشنسي. لأن عايز أقول لكم حاجة. في حاجة اسمها هايبوكزيميا. دي أكسجين ديفيشنسي إن بلاد. ما هو إيميا يعني بلاد. إنما هايبوكسيا أكسجين ديفيشنسي التيشو ليفل. فبليز دقق في حكاية التيشو ليفل الأوائل. نيجي النقطة الثانية اللي هي types. We have four types of hypoxia. حقيقة يا أولاد هو ما ينفعش يبقى فيه غير أربعة أنواع. فعاوز تفكروا فيها بالطريقة اللي أنا بفكر فيها. فتعال نشوف سويا إزاي يمكن استنتاج الأربعة أنواع. هو ليه ما فيش أكسجين للأنسجة؟ لأن البلد ما فيهوش أكسجين. يعني نقص الأكسجين الأنسجة بسبب نقص الأكسجين في البلد. فهذا النوع يسموه نقص الأكسجين للأنسجة بسبب نقص الأكسجين. ويسموه إيه بقى؟ هايبوكسيك هايبوكسيا. يعني نقص الأكسجين بسبب نقص الأكسجين. وعاوز مع النقطة الثانية وهي التايبس أخد الديفكت. طب هنا الديفكت فين بقى؟ في نقص في الأرتيريال بريشر أكسجين. يعني مفيش أكسجين للأنسجة لان اساسا الماده الخام وهي الاكسجين مش موجوده في الدم. في نقص في الارتيريال بريشر اوبشن. طيب النوع الثاني. طب في اوبشن الماده الخامه موجود بس مين المفروض يشيل الماده الخام دي؟ الهيموجلوبين. مفيش السيارات الناقل اللي هو الهيموجلوبين. فيبقى هنا نقص الاكسجين بسبب ان مفيش للأوائل مش مفيش هيموجلوبين. مفيش هيموجلوبين capable to carry oxygen. أو في كلمة أبسط نقص الفانكشنال هيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي هو functioning اللي يقدر يشيل oxygen. فيسموها anemic hypoxia. طب النوع الثالث شوف التدرج جميل إزاي. طب في oxygen. الoxygen زي الفل نورمال مادة الخام موجودة.
الناقل وهي السيارات والهيموجلوبين موجود نورمال. امال الديفكت فين؟ السكه وقفت، في نقص في البلاد فلو، فيسموا هذا النوع الثالث ستاجننت هايبوكسيا، يعني هايبوكسيا بسبب الركود، والمعني ركود الدم. طب النوع الرابع، الماده الخام الاوبشن موجوده، العربيات اللي هتشيلها الهيموجلوبين موجوده، السكه مشيت زي الفل، البلاد فلو السكه ماشيه حلو خالص، وصلنا الانسجه. اتاري بقى عشان الانسجه تاخد هذا الاكسجين ما بتاخدوش دايركت من بلاد، انما بمعاونه اوكسيديتيف انزيمز. فلو ان في بويزنينج للاكسيديتيف انزيم، يعني الاكسيديتيف انزيم دي حاجه عملت لها تسمم ابطلت مفعولها، يبقى تخيل البلاد مليء بالاكسجين قصاد الانسجه، ولكن الانسجه قصرت في مقدرتها لاخذ الاكسجين. فيسموه ايه هذا النوع من الهايبوكسيا؟ هيستوتوكسيك هايبوكسيا، يعني هايبوكسيا بسبب تسمم الانسجه. هيستو يعني نسيج، وتوكسيك يعني تسمم. والحقيقه المعني مش تسمم الانسجه، انما تسمم الاكسيديتيف انزيمز. وبشبهها ولاد تشبيه ظريف جدا، زي ما اكون انا طلبت عفش البيت عندي فيرنتشر، فالعفش خلص موجود الماده الاساسيه اللي عاوزها، العربيات حملت العفش، تاني حاجه السكه مشيت زي الفل، العفش وصل تحت البيت، بس انا ما اقدرش اخد هذا العفش بدون تبعين حمالين يرفعوا لي، يبقى ده تبقى حاجه تغيظ اكتر. يبقى انا قاعد شايف الاكسجين قصادي، شايف العفش قصادي ومش قادر اخده. فحتى بقولها بتشبيه كمان اللي بيفتكروا الطلبه، الهيستوتوكسيك هايبوكسيا دي بتشبهني باغنيه لمحمد عبد الوهاب بيقول ظمآن والكأس في يدي، ظمآن والكأس في يدي، يعني الانسجه بتموت من نقص الاكسجين برغم الاكسجين قصادها، بس مش قادره تاخده. مفيش زي ما بقول في حالتي انا التبعين او الحمالين اللي هم بياخدوا العفش ويطلعوه عندي فوق، فكأن العفش ما وصلش. يعني في بويزنج في الاوكسيديتيف انزيمز. او في بيت شعر تاني بيقول يا اولاد كالبعير في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني هي بتموت من العطش والميه اقرب ما يكون ليها، اهو هو ده الهيستوكسيك هايبوكس. خلينا في الاحسن، ظمآن والكأس في يدي، هيستوتوكسيك هايبوكسيا. يبقى نعيد في عجاله تاني يا اولاد الانواع الاربعه من الهايبوكسيا والديفكت في كل نوع، وخدتهم بتدرج يسهل الفهم والاستيعاب. لماذا تعاني الانسجه من نقص الاكسجين؟ لان الماده الخام الدم ما فيهوش اكسجين، اي نقص الاكسجين بسبب نقص الاكسجين. طب ترجمها الى الانجليزيه، يبقى هايبوكسيك هايبوكسيا. هنا الديفكت ان ما فيش اكسجين للانسجه لان ما فيش اكسجين في الدم، نقص الارتيريال بريشر اكسجين. طب الماده الخام موجوده بس ما فيش العربيات اللي تشيلها، يبقى ديكريز للاوائل في الفانكشنينج هيموجلوبين، في الهيموجلوبين كيبابل تو كاري اكسجين، لان ممكن يبقى عندي الهيموجلوبين 15 جرام بس نصه متحد مع الكربون مونوكسيد، يبقى ملوش قيمه، يبقى الهيموجلوبين كمل بس اللي موجود ما يقدرش يشيل. فعشان كده الاوائل في الانيميك هايبوكسيا بيقولوا الديفكت مش نقص الهيموجلوبين. الاوائل بيفرقوا في التعبيرات اللي بيستخدموها، نقص في الفانكشن هيموجلوبين، في الهيموجلوبين كيبابل تو كاري اوكسجين. وانا بقول هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. بعلمكم حاجه مش بس الفسيولوجيا يا اولاد، الدقه في عمومها. طيب الماده الخام موجود والعربيات موجوده بس السكه وقفت، يبقى الماده الخام الاكسجين موجود، الهيموجلوبين السيارات موجوده، لكن الفلو وقف، يبقى يسموه ايه ده بقى؟ نقص في البلاد فلو، ستاجننت هايبوكسيا. طب نيجي النوع الرابع، الماده الخام موجوده اللي هي الاكسجين، الهيموجلوبين موجود، السكه مشيت زي الفل، بس ما وصلنا الانسجه، ما فيش الانزيمات اللي تستخلص هذا الاكسجين، زي في حالتي لما شرحت لكم ما فيش التبعين الناس الشايلين اللي هيطلعوا لي العفش.
اللي هم مين في حالتنا هنا؟ الاوكسيديتيف انزيمز. يبقى في بويزنينج في الاوكسيديتيف انزيمز، يبقى في بويزنينج في الانسجه، فيسموها هيستو توكسيك هايبوكسيا. يبقى خلصنا يا اولاد، ما حبش نتوه ثلاث حاجات: ديفينيشن، اوكسجين ديفيشنسي ات تيشو ليفل، وبعدين التايبس والنقطه الثانيه، والديفكتس النقطه الثالثه، وعرفنا ان في فور تايبس بيفور ديفكتس. نيجي النقطه الرابعه، الكوزز بقى يا اولاد. انا هقولها لكم بطريقه لطيفه جدا. فانا بقول في الانواع الاربعه من الهايبوكسيا كل نوع ليه سببين سببين سببين: ما عشقت مثل عشق للنظام. ما عدا الهايبوكسيك هايبوكسيا ليه خمس اسباب، يبقى كلهم سببين سببين سببين، ما عدا الهايبوكسيك ليه خمس اسباب. حتى الاسباب يا اولاد هقولها لكم بطريقه لا تنسى، بس تابع ازاي انا بفكر وتعلم تفكر معايا، فما تنساش ايه اسباب الهايبوكسيك هايبوكسيا. فانا بسال نفسي بطريقه لطيفه قوي: هو ليه مفيش اكسجين في الارتيريال بلاد؟ ناخد القصه من الاول يا اولاد. مفيش اكسجين في الارتيريال بلاد لان مفيش اكسجين في الجو. يبقى decrease the pressure of oxygen في الانسبايرد اير. واحسن مثال لي الهاي التيتيود. خلاص الهاي التيتيود نقص البريشر اوكسجين في الانسبايرد اير. طيب في اوكسجين في الجو بس الرئه مش عارفه تاخده، يبقى في هايبو فنتيليشن. الاوكسجين موجود في الجو بس في هايبو فنتيليشن. طب في اوكسجين في الجو والرئه بتاخده بس مش عارف يعدي للبلد، في الفيو كابيلاري بلوك، ثيكنينج في الالفيو كابيلاري ممبرين. يبقى الديفكت هنا مش في الفنتيليشن، الديفكت هنا في الديفيوجن. طب في اوكسجين في الجو نمره واحد صح، وخدناه بالفنتيليشن صح، وعدل البلد في ديفيوجن زي الفل صح، بس مفيش بلد جاي يشيل، يعني في بيرفيوجن ديفكت، في فنتيليشن، في هواء جه ومفيش بيرفيوجن جه، فيسموها ديستربد فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. وما لا يعلم الزملاء الاصغر سنا ان اهم سبب للهايبوكسيا في العالم هو اللي بينساه الطلبه، اللي هو عشان كده عاملها بالاصفر: disturbed ventilation perfusion ratio. يعني في اوكسجين في الجو والرئه خدته، الفنتيليشن زي الفل وعدته، الديفيوجن زي الفل، بس مفيش بلاد جه ياخد، في فنتيليشن ومفيش بيرفيوجن، يبقى disturbed ventilation perfusion ratio. طب خامس حاجه حركه نداله بقى يا اولاد: في اوكسجين في الجو حلو، الرئه خدته، الفنتيليشن حلو، الديفيوجن حلو نمره ثلاثة، البرفيوجن زي الفل، جه دم ياخد، وبعدين بعد ما طلع الاوكسجين الارتيريال بلاد محمل بالاوكسجين زي الفل زي الفل، سكبنا عليه فينس بلاد في نسبه الاوكسجين قليله، فانخفض نسبه الاوكسجين في الارتيريا اللي هنسميها ايه بقى هنا؟ فينس تو ارتيريال شنت، شانتينج اوف فينس بلاد تو ارتيريال بلاد. يبقى شفتوا يا اولاد ازاي بنفتكرهم؟ خمس اسباب، زي ما علمتك اسباب الهايبوكسيا بالتفكير بالتدرج علمتك اسباب الهايبوكسيا هايبوكسيا. ما تحاولش تحفظهم، عيش الفسيولوجي، فكر بطريقه عميقه هتوصل الاسباب. هو ليه في نقص في الاكشن في الارتيريال بلاد اللي هو الهايبوكسيا هايبوكسيا؟ خدناه من فوق لتحت، لان مفيش اوكسجين في الجو، decreased pressure oxygen في الانسبايرد اير. طب في اوكسجين في الجو بس مفيش فنتيليشن، الرئه مش عارفه تاخده، في هايبو فنتيليشن. طب في فنتيليشن بس مفيش ديفيوجن، في ثيكنينج اوف الفيو كابيلاري ممبرين. طب في اوكسجين وفي فنتيليشن وفي ديفيوجن بس مفيش دم جه ياخد، يبقى disturbed ventilation perfusion ratio، وده اهم سبب. طب كل شيء زي الفل اول اربع اسباب، ثم اضفنا فينس بلاد على الارتيريال بلاد، يبقى شانتينج اوف فينس تو ارتيريال بلاد. طب للاوائل الاوائل بقى، ايه اسباب الهايبو فنتيليشن نمره 2؟ لو عاوز بقى تزود وتكتب كام محترم قوي، ليه الرئه ما بتعملش هايبو فنتيليشن؟ قال لك ده ليه خمس اسباب سهله جدا يا اولاد: يا اما الديفكت في الريسبيراتوري سنتر، سنتر بايظه، النيرف بايظ،
بما فيه نيوروماسكولار جانكشن زي في الماثينا جريفز، المسلز بايظه، في واحد عنده مايوباثي المسل بتاعت الريسبريشن، الكيج التشست كيج بايظ نمره 4، او كل حاجه حصلت واللنج بايظه، في اوبستراكتيف او ريستريكتيف لنج ديزيز، يعني قصور الرئه في عملها اللي هو الهايبوفنتيليشن اللي هو السبب الثاني، ممكن يبقوا خمسه بسهوله شديده تجيبهم. سنتر بيبعت عن طريق نيرف ما في نيوروماسكولار جانكشن هيشغل عضلات التنفس، الكيج هيوسع نمره 4، اللنج المفروض توسع وتاخد هواء، ما حصلش ان فيها اوبستراكتيف او ريستريكتيف لنج ديزيز. ده لاوائل الاوائل. اللي عاوز اقول لكم مره اخرى يا اولاد، ان اهم سبب او اهم نوع من انواع الهايبوكسيا الاربعه هو الهايبوكسيك هايبوكسيا، ذا موست كومن كوز اوف هايبوكسيا للزملاء الاصغر سنا هو هايبوكسيك هايبوكسيا. طب اهم سبب في الهايبوكسيك هايبوكسيا disturbed ventilation perfusion ratio، وعرفت ازاي تحفظها؟ ابقوا راجعوا الفيديو مره اخرى، خمس اسباب بالتدرج، والهايبو فنتيليشن اوريدي ليها خمس اسباب: سنتر، نيرف، ماسل، كيج، واللانجز يا اوبستراكتيف ريستريكتيف. نيجي بقى الانواع الثانيه اسهل قليلا، كل واحده ليها سببين بس. انيميك هايبوكسيا بنقول سببها نقص الهيموجلوبين كيبابل تو كاري اوكسجين. فهنا بنقسمهم اثنين، يا كوانتيتيف يا كواليتيتيف، الكم والكيف. واحد عنده الهيموجلوبين قليل، عنده انيميا، يبقى كوانتيتيف. طب او كواليتيتيف، يعني واحد عنده اذا كان ذكر 16 جرام، اذا كان في 14 جرام، بس نصهم مش نافعين، الكواليتي يا فندم الكواليتي وحش، نصهم متحدين مع الكربومونوكسايد، نصهم يتحولوا للميثيموجلوبين او يتحولوا للسلفيموجلوبين، يبقى نقص الهيموجلوبين نوعان، يا اما كوانتيتيف يا اما كواليتيتيف، يا الكم قليل زي الانيميا، يا هما 15 جرام في المتوسط، يعني بنقول 14 في ميل و16 ميل، بس نصهم مش نافعين، اتحدوا مع الكربونوكسايد ميثيموجلوبين او سلفيموجلوبين. طب نيجي للاستاجننت هايبوكسيا. انا قلت لكم يا اولاد ان الكاردوفاسكولار سيستم كما يبدو من اسمه بينقسم الى قسمين، مضخه هي الهارت وانابيب اللي هي الفيسلز. فلو العيب في المضخه يعني ما بتضخش كفايه، يبقى هيحصل الفلو في كل الجسم هيبقى قليل، يبقى جنرالايزد بسبب العيب فين؟ في المضخه، في هارت فيلر. طب ممكن مضخه زي الفل بس في انبوبه مقفوله، تبقى لوكالايزد مقفوله بسبب ان في سيفير سباز او في ثرومبس. يبقى الاستاجننت هايبوكسيا نوعان، يا جنرالايز ستاجنيشن لو الخلل في المضخه الاساسيه اللي بتضخ في كله يبقى جنرالايز، او لو الخلل في فيسل بعينه تبقى لوكالايز، الفيسل ده مقفول بسيفير فازو كونستريكشن او جواه ثرومبس. طب نيجي الهيستو، سببين برضه. يبقى كالاتي يا اولاد، احنا عندنا تو اوكسيديتيف انزيمز مهمين، اللي هو ظمأنون والكأس في يدي، قلنا الهيستوكسيك هايبوكسيا الاكسجين وصل، الاكسجين زي الفل، الهيموجلوبين زي الفل، البلاد فلو زي الفل، وصلنا الانسجه مش قادره تاخد اكسجين، قصادها الاكسجين مش عارفه تاخده، ظمأنون والكأس في يدي. في تو انزيمز مهمين جدا، الاهم السيتوكروم اوكسيديز، ده بيبوظ بالسيانايد بويزنج، يعني اللي بيبوظ السيتوكروم اوكسيديز السيانايد بويزنج بحرف سي، افتكرها، يبقى السيتوكروم اوكسيديز بالسيانايد. وعاوز احكي لكم قصه كده في فقره المعلومات العامه يا اولاد. زمان في الجريك والرومانس اليونانيون والرومان كانوا بيعدموا الناس بالكربون مونوكسايد. النهارده غرف الاعدام اللي هي بالغاز في بعض ولايات المتحده في امريكا ما بيحطوش كربون مونوكسايد، استبدلوه بالسيانايد. ليه؟ انتوا بتحبوا المعلومات العامه، السيانايد ده اسرع غاز يموت، بيموت within 10 minutes. احنا حاكمين على الراجل بالاعدام مش نعذبه، عاوزين يموت في اقصر مده. ففي بعض الولايات، في الولايات المتحده الامريكيه، غرف الاعدام بتحتوي سيانايد، هو اسرع غاز بيموت. يبقى بيموت منين بقى؟ بيبوظ السيتوكروم اوكسيديز، بيموت بالهيستوتوكسيك هايبوكسيا دلوقتي في الولايات المتحده.
طب زمان بص بقى في الانيميك هايبوكسي كان الرومان والجريك بيحطوا الكاربومونوكسايد يتحد مع الهيموجلوبين، يبقى يموت الشخص منين؟ من انيميك هايبوكسي، لانه خلى الهيموجلوبين نوت كيبل تو كاري اوكسجين. اما بحكي قصه ما بتنسوهاش، يبقى زمان كانوا بيعدموا الناس بالانيميك هايبوكسيا بالكاربومونوكسايد، دلوقتي بيعدموهم بالسيانايد اللي هو بيبوظ الاوكسيديتيف انزيم اللي هو الهيستوتوكسيك هايبوكسيا، ظمآن والكأس في يدي. طبعا اشهر مثال للهيستوكسيك هايبوكسيا هو السيانايد بوزنج اللي بيبوظ السيتوكروم، لكن للاوائل في انزيم اخر اسمه دي هيدروجينيز انزيم، ده بيبوظ بالالكوهوليكس، الناس اللي هم وبئس المصير اللي بيشربوا الكوهوليكس حتى الثماله ويشرب كميه اكثر من مقدرات كبدي على انه يتخلص منها، بيموت من هيستوتوكسيك هايبوكسيا لانه بوظت له الدي هيدروجينيز انزيم، او الناركوتكس اللي هي المخدرات. يبقى ما عشقت مثل عشق النظام يا اولاد. يبقى الكوزس في اربع انواع من الهايبوكسيا. اول نوع اللي هو الهايبوكسيك هايبوكسيا خمس اسباب خدناهم بالترتيب، مفيش اوكسجين في الجو، ديكريز بريشر اوكسجين في الانسبيرد اير، طب في اوكسجين في الجو بس الرئه مش عارفه تاخد، في ديفيكت هايبو فنتيليشن خدت بس مش عارفه تعدي، ديفكت في الديفيوجن ثيكنينج اوف الفوكابيلر ميمبرين، الاوكسجين عدى ومفيش دم جه ياخد، يعني في فنتيليشن ومفيش برفيوجن، يبقى ديستربد فنتيليشن برفيوجن ريشيو واهم سبب. ثم السبب الخامس اوعى تنسوه، حصلت حركه نداله، كل حاجه مشيت زي الفل لحد اليوم الاربعاء، ثم اضفنا فينس بلاد ما فيهوش اوكسجين على ارتيريال بلاد، في اوكسجين فخفض نسبه الاوكسجين في الارتيريال بلاد اللي هو يسموها فينس تو ارتيريال شانت. وقلنا ان نفس الهايبو فنتيليشن لاوائل الاوائل خمس اسباب، ماشي بالترتيب يا ولاد. انساها ازاي؟ سنتر هيدي عن طريق نيرف، يشغل مصل، يكبر التشست كيج، يوسع الرئه، يبقى لازم الخلايا الخمسه في الهايبو فنتيليشن. طب الانيميك نقص الهيموجلوبين، يا اما كوانتيتيف يا كواليتيف، يبقى سببين. طب الاستاجنت الركود، يا اما جنرالايزد المضخه نفسها بايظه، الهارت فيلير، يا اما انبوبه بايظه، يبقى لوكالايز فازو كونستريكشن او ثرومبوز. طب والهيستوتوكسيك سببين، يا اما السيتوكروم اوكسيديز ثم السيتوكروم اوكسيديز ثم السيتوكروم اوكسيديز اللي هو السيانايد اشهر سبب، يا اما الدي هيدروجينيز اللي هو الالكول او الناركوتكس. طيب ننتقل للنقطه الخامسه وهي الاهم في الام اس كيو، الكاركترز اوف هايبوكسيا. شوف الكاركترز بتاعت الهايبوكسيا، وانا بحب الرسم زي ما انتم عارفين، فدي احد ابداعات العبد الله، ازاي تعرف الكاركترز اوف هايبوكسيا. الاول تعال نشوف في النقطه الخامسه دي اللي هي الكاركترز، ما تنساش احنا اتكلمنا على الديفينيشن والتايبس نمره 2 والديفكت نمره 3 والكوزس نمره 4 ونمره 5 الكاركترز. وباي ذا واي ما بيجيش سؤال هايبوكسيا كامله الاربع انواع، بيجي 1 تايب من الاربعه، بس انا بدرس الاربع اسئله بالاربع انواع في اني واحد، بس تبقى عارف الايتمز اللي هتتكلم فيها. ديفينيشن التايب طبعا هيبقى هو جايب لك التايب، الديفكت، الكوزس، الكاركترز. حب النظام قوي. هنتكلم على الكاركترز في سبع نقاط، ثلاثه على الارتيريال بلاد وثلاثه على الفينس بلاد. وهل عنده لونه ازرق، عنده سيانوزس ولا مش ازرق؟ لأن كلمة سيان في اللغة يعني أزرق، سانوس. أذكرك بالنورمال في عجالة. بالنسبة للأرتيريال بلاد هتكلم في ثلاث نقط، البريشر والأكسجين، الأكسجين كونسنت والبرسنتج ساتوريشن. كلام خدناه مع في محاضرة الأكسجين. فهنا ضغط الأكسجين في ارتيريال بلاد والاوكسجين كونتنت في الارتيريال بلاد والبرسنتج ساتوريشن في الارتيريال بلاد، ونفس الثلاث نقط في الفينس، الكونتنت والبرسنت ساتوريشن والبريشر اوف اوكسجين، حتى اقولهم في مقابله. فاكر كان ضغط الاوكسجين 40 100، فاكرينهم؟ كان 40 في الفينس مليمتر ميركوري و100 مليمتر ميركوري في الارتير، ده النورمال. طب البرسنتج ساتوريشن فاكر كان البلاد بيخرج من الرئه nearly fully saturated 97% saturated في الفينس بلاد، في حاله الريست، في حاله الريست في الريستنج تيشو بتاخد 27%، بيبقى 70% saturated.
يمكن نقطة جديدة علينا شوية الكونتنت يا أولاد. إحنا عارفين إن سعة البلاد، البلاد لما يبقى الهيموجلوبين فولي ساتوريتد يقدر يشيل 20 سنتي أكسجين. طيب هو في الأرتير بلاد بيبقى 97% مشبع، يعني في 19.4 مليليتر، ما تحفظش الرقم ده، تقريبا 20 أقل حاجة بسيطة. بينما في الفينس بلاد بيبقى فيه 14 مليليتر. طبعا ما تقسم 14 والكاباسيتي 20 يبقى نسبة التشبع 14-20 يبقى 7/10 يبقى 70%. مش مهم قوي الكونتنت، انا بس بذكركم بالارقام دي، انت مش هتكتبها خالص مع الهيبوكسيا النورمال ده، بس انا بذكرك بالنورمال. يبقى في كل نوع من الاسئله الاربعه ما قلنا كل واحد بيجي لوحده، لازم تقول لي ثلاث حاجات في الارتيريا بلد ومثلهم في الفينس بلد، اللي هو البريشر والاوكسجين كونتنت والبرسنت ساتوريشن. بعد النقطه السابعه اللي هي السينوس، ابتدي بالهيبوكسيا. هيبوكسيا انا عايز اقول لكم حاجه يا اولاد الاول، انا ما بجربش في الشرح ابدا خالص، يعني مرحله التجربه دي فوتها من ديكيدز، من عقود من الزمن. فاول مره هشرح لك، وده لازم هعمل كده، هتحس انك فاهم كل نوع، بس هيجي لك احساس ان المعلومات تداخلت مع بعض، يعني هتتلخبط. انا باكد لك ان تراست مي، عندي طريقه بعد ما اخلص الاربع انواع تخليك ما تلخبطش نوع مع التاني. ففي الاول انا عارف وانت بتسمعني في ناس هتبقى فاهمه كل نوع على حده بس حاسه انهم هيدخلوا ببعض. انا بقول لك الاحساس ده طبيعي، ما تقلقش، في النهايه هقول لك طريقه تضيع هذا الاحساس. هبتدي الاول الدراسه راسيا، يعني اخد نوع نوع وادرس سبع نقط. فتعالى في الهايبوكسيك هايبوكسيا، واحسن مثال ايه يا اولاد هاخده؟ نقص الاوكسجين. بسبب نقص الاوكسجين ان واحد في الهاي التيتيود، في الهاي التيتيود بص معايا بقى، الخط ده بيمثل التنشن اوكسجين، ضغط الاوكسجين بريشر اوف اوكسجين قليل، وعليه امتلاء الهيموجلوبين بالاوكسجين قليل، اوكسجين كونتنت قليل، وعليه نسبه تشبع الهيموجلوبين بالاوكسجين برسنت ساتوريشن قليله. يبقى فهمت؟ يبقى لو انا في الهاي التيتيود ضغط الاوكسجين قليل طبعا، وعليه امتلاء الهيموجلوبين هيبقى قليل، وعليه نسبه تشبعه بالاوكسجين قليل، يعني ثلاثه قليلين. زي ما اقول لك عطشان وتجيب لي كوبايه ناقصه نصها بس مليان، فطبعا مش هاخد كفايتي، هيحصل لي هايبوكسيا. وطبعا يرجع الفينس بلاد، فكر انت جبت لي الكوبايه اوريدي نصها بس مليان، هرجعها لك افضل وافضل، بان انت اساسا ما جبتليش الكوبايه كامله عشان اخد احتياج واسيب شويه، انت جبتها لي اوريدي ناقصه فرجعها لك انقص وانقص. فالاكسجين تنشن اهو اللي هو الخط الصغير ده، وعليه الكونتنت اللي هو اللون الاحمر ده، وعليه البرسنت ساتوريشن نسبه التشبع في الفينس بلاد بلون نورمال. اجمعها لك تجميعه حلوه، اهم نوع في الهايبوكسيا هو الهايبوكسيك هايبوكسيا، ده اكتر نوع بيجي. اقول لك حاجه سر جميل، الست حاجات التلاتة ارتيريال والتلاتة فينس بلو نورمال، اهي حتى حطاك بلون الاصفر، اول بلو نورمال. عشان كده اشهر سؤال اللي هو اشهر نوع في الهايبوكسيا اللي هو الهايبوكسيك هايبوكسيا هو اسهل واحد في شرحه، لانه الست حاجات التلاتة ارتيريال والتلاتة فينس كلهم بلو نورمال. التنشن والكونتنت والساتوريشن في الارتيريال بلو نورمال، التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال، والعيان نسبه الريديوز هيموجلوبين ده بيبقى لونه ازرق كتيره، فبيبقى عنده سانوزس. حتى عشان كده مستخدم الالوان هنا، يبقى العيان عنده كميه كافيه من الريديوز هيموجلوبين تسمح بان يجي له سانوزس. عشان يبقى عندك سانوزس، واحد من اشهر اسئله، حضرتك عندك 16 جرام وحضرتك عندك 14 جرام هيموجلوبين في كل 100 سنتي، عشان لونك يزرق لازم يبقى فيه 5 جرام ريديوز، رقم الحسد، اوعى تنسى، ده من اشهر اسئله في الشفوي. الثريشولد اوف سينوز، امتى تزرق؟ لو 5 جرام رقم الحسد 5.5 جرام هيموجلوبين مش شايلين اوكسجين ريديوز. طبعا في الهايبوكسيك هايبوكسيا بالهبل في ريديوز هيموجلوبين، وبالتالي عنده
ساينوزس. يبقى اسهل واحد في شرحه الهايبوكسيك هايبوكسي، كل حاله موجوده، التنشن والكونتنت والساتوريشن في الارتيريال ومثلهم في الفينس بلو نورمال، والعيان عنده ساينوزس. ننتقل للنوع الثاني، انيميك هايبوكسي. عاوزك تتخيل معايا، انا قلت بنعتمد في الشرح على شيئين، thinking and imagination، ان ربنا حبانا بالتفكير ومقدرة التخيل، هذا ما يميزنا عن معظم قلت وليس سائر الكائنات، لان قلت الشمبانزي والأورانجوتان انسان الغابة والغوريلا عندهم زي طفل ساعتين ونص، عندهم تفكير وتخيل، مش القرد الشمبانزي، قلتها في محاضرة سابقة أبحكيها في أوانيها. الشمبانزي ما عندوش ديل، ولا هو الغوريلا ولا الأورانجوتان زي حالتنا، الديل القرد عنده ديل، تنساش الشمبانزي هو اللي بيفكر كويس، لو جبت مراية قصاد قرد يقعد يلعب نفسه مش عارف ان دي صورته، الشمبانزي بعد ثانية واحدة يفهم ان دي صورته، ومثل الغوريلا والأورانجوتان. تركيبهم الجيني يعادل 97% من التركيب الجيني بتاع الإنسان. يمثلوا في ذكائهم طفل عنده سنتين ونص. كانت هذه فقرة المعلومات العامة. نيجي بقى الأنيميك هايبوكسي. يبقى عايزين نتخيل، احنا مش قرود. دلوقتي تخيل احنا قاعدين مع بعض، في شخص مننا عنده انيميا، يبقى كميه الهيموجلوبين كيبابل تو كاري اوكسجين قليله، عشان كده رسمت كره الدم صغيره. هو مش كره الدم صغيره، انا ده تعبير بالرسمه، اني عاوز افهمك ان الديفكت في الانيميك هايبوكسيا ان الفانكشننج هيموجلوبين، الهيموجلوبين كيبابل تو كاري اوكسجين قليل. طيب بس الراجل ده قاعد معانا في نفس الغرفه معرض لنفس ضغط الاكسجين، وعليه ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد هيبقى نورمال، الهيموجلوبين بتاعه هيمتلئ للنورمال، هيبقى اولموست فولي ساتوريتد زي النورمال اهو اللي انا قلت لك عليه تقريبا 97%. بس اهم حاجه وهي الاكسجين كونتنت قليله، ودي اللي بتيجي في الام اس كيو، only the content is decreased، الارتيريال اوكسجين كونتنت هي اللي ناقصه، ركز فيها، هي دي اللي ناقصه. الطالب قال لي ما عندكش مثال طفولي تفهمنا بيه، قلت له عندي، انا قلت لحضرتك انا عطشان، الذوق يقتلي تجيب لي كوب من الماء، جبت لي حضرتك فنجان قهوه صغير مليان للاخر، قلت اتفضل. طب هنا الساتوريشن الفنجان مليان للاخر، اه بس انا ما يهمنيش الساتوريشن، ما يهمنيش الفنجان مليان للاخر، انا يهمني كميه الميه كونتنت، لان الفنجان صغير، لان الهيموجلوبين قليل، فبالتبعيه بقى كميه الاكسجين اللي بيحتويه قليله، وان كان الفنجان مليان للاخر، وان كان الهيموجلوبين فولي ساتوريتد. يبقى في الانيميك هايبوكسيا حاجه واحده بس هي الديفكتيف، الاكسجين كونتنت، هو قاعد معانا في وسطينا معرض لنفس ضغط الاكسجين، الهيموجلوبين بتاعه اتملى كاملا زي حالتنا، اه بس هو عنده هيموجلوبين قليل، فالكونتنت قليله وهي المهمه. وده واحد من اشهر الاسئله في الانيميك هايبوكسيا، الارتيريال بلاد الاكسجين تنشن نورمال، البرسنتج ساتوريشن مليان الاخر نورمال، لكن الاوكسجين كونتنت اهي هي اللي ديفكتيف. طيب جبت لي فنجان، طبعا ما خدتش احتياجي، بل الانسجه بتعاني السهم ده، يعني راح للانسجه ليه في هايبوكسيا، وطبعا هيرجع لك الفنجان فاضي تماما، بقى مش هاخد زي النورمال 27%، كنت النورمال بياخد 27 ويسيب 70، لا انا بقى ده انت في جايب لي فنجان فهرجعه لك ناقص، فالفينس بلاد التنشن اهي التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال. طيب يبقى في الانيميك هايبوكسيا ايه اللي تركز فيها؟ حاجه واحده بس، ان اهم حاجه وهي الاوكسجين كونتنت في الارتيريال بلاد قليله، وان كان قاعد معانا معرض لنفس التنشن، وان كان الهيموجلوبين بتاعه خرج فولي ساتوريتد، بس ان الهيموجلوبين قليل زي فنجان القهوه بقى كميه الاوكسجين قليله. ننتقل الى النوعين الاخرين اللي هما استاجننت وهيستوتوكسيك هايبوكسي. الاول عاوز اوريك الرسم عشان تفهم، حب الرسم والالوان قوي يا اولاد، مثل الصيني بيقول لك الصوره تساوي مليون كلمه.
ادي الاستاجنانت هايبوكسيا وادي الهيستوكسيك. بص للرسمه جاليه مليان. هل الديفكت عند اللانك يعني في هذين النوعين استاجنانت هايبوكسيا البلاد فلو مش ماشي، هيستوتوكسيك هايبوكسيا الانزيمز في حاله بويزنينج، مفيش اي ديفكت عند اللانك، الديفكت مش دعوه باللانك. يبقى في هذين النوعين الارتيريال بلاد بيخرج من اللانك في النوعين دول نورمال تنشن وساتوريشن وكونتنت. المشكله هتبتدي عند الانسجه. يبقى في هذين النوعين اهو، بص الارتيريال بلاد اهو التنشن والكونتنت والساتوريشن زي النورمال اهي. بص لي ادي النورمال اهو، اللي عشان كده كنت راسم النورمال اهو، النورمال اهو النورمال يا اولاد. فده زي النورمال لان الديفكت مش عند اللنج خالص، الديفكت عند التيشوز. نيجي في الاستاجنان بقى. استاجنان يعني البلاد ركض عند الانسجه، فالنسيج بدل ما ياخد من البلاد مره واحده ويتم تجديده، رسمتها بطريقه سهله، تم استخدام نفس البلاد اكثر من مره، رسمته مثلا 3 مرات. وعليه لما انا من نفس البلاد ما هو ما بيتجددش، باخد وانت ما جددتوش اضطريت اخد منه تاني، ما جددتوش اخد منه تالت، فرجع الفينس بلاد التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال. بشبهها يا اولاد زي الناس اللي هي مثلا مهمين وبيعمل الخطاب ولا حاجه من هذا القبيل، بيخطب تمام. شوف بس حاجه ليزر احسن شويه من كده. ف المفروض الراجل بقى اللي هو بيخطب بيجيب له يحط له كوبايه ميه يشرب منها، ومفروض اول ما الاقيها نقصت شويه يغيرها. الراجل اللي بيحط له كوبايه ميه نام، فالراجل اللي بيخطب بيشرب منها ميه ما اتغيرتش، بيضطر يشرب من اللي فاضل تاني من اللي فاضل تالت، فالكوبايه نقصت جدا. هو ده الاستاجنانت هايبوكسيا، ركود الدم ادى الى استخدام هذا الدم اكثر من مره، فادى الى ان الفينس بلاد رجع قليل جدا، التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال. انما تعالى بقى في الهيستوتوكسيك وقنبله مدويه. احنا رحنا بالارتيريال بلاد الديفكت الانزيمز بايظه، النسيج ما بياخدش حاجه خالص، مفروض الطبيعي ياخد 27%، هو بقى ما بياخدش حاجه لان الانزيمز اللي بتاخد بايظه. يبقى رجع الفينس بلاد كما الارتيريال، يعني زي ما جه زي ما رجع، ما خدناش حاجه كما الارتيريال. يبقى مقارنه بالفينس مفروض الفينس النورمال كان يتاخد منه 27% ده النورمال، لكن لما هو ما اتاخدش منه حاجه رجع الفينس كما الارتيريال، فرجع التنشن والكونتنت والساتوريشن في الفينس بلاد اباف نورمال، فوق النورمال، يعني مش نورمال اباف نورمال، لانه رجع كما الارتيريال ما اتخدش حاجه خالص. طب وتعالى نشوف السانوزس في هذين النوعين. في الاستاجنان بص على اللون الازرق، هو ده السانوزس، سان يعني ازرق، ده عنده كميه معتبره من الريديوسد هيموجلوبين فعنده سانوزس بريزنت. انما ده الراجل ده ما اتخدش اوكشن خالص، رجع الفينس كانه ارتيريال، يعني احمر تماما. عشان كده اسمع الجمله دي بقى مليون جنيه، في الهيستوتوكسيك هايبوكسيا مش بس العام عنده السانوزس، ده مش لونه طبيعي، ده لونه اكثر احمرارا مما ينبغي، يعني لونه احمر جدا لان الفينس زي الارتيريال. اجي بقى للسؤال المهم وانا حافظ اسئله وورد وايد. مين اهم سبب للهيستوكسيك هايبوكسيا؟ قلنا السانايد بويزنينج. لسوء الحظ في تشابه بين كلمة سانوزس وسانايد بويزنج، فأول ما الطالب يجيله في الام اس كيو في السانايد بويزنج في سانوزس يفتكر روحه لقى الإجابة، ما الاثنين شكل بعض يحسبها صح، وهذا خطأ. السانايد بويزنج بيدي هيستوتوكسيك هايبوكسيا، النسيج ما بيقدرش ياخد أكسجين خالص، انزيمز بايظ، فبيرجع الفينس كما الأرتيريال. العيان مش بس ما عندوش سانوزس، ده لونه اكثر احمرارا مما ينبغي، لدرجه يسموا هذا النوع من الهيبوكسيا ريد هيبوكسيا، يعني هو عنده هيبوكسيا ومش بس مش ازرق،
ده لونه احمر ريد هايبوكسيا، وهقولها في طريقه ويل نيفر فورجيت ات. هكهرب لك السؤال عشان ما حدش يغلط معايا. لو جالك سؤال في السيانايد بويزنينج في سيانوزس، احنا قلنا في السيانايد بويزنينج العام مش معندوش سيانوزس، ده مش لونه طبيعي، ده لونه اكثر احمرارا مما ينبغي. فلو حضرتك اخترت ان في السيانايد بويزنينج في سيانوزس، مش هيبقى العيان اللي مفيش احمر من كده، هيبقى حضرتك اللي مفيش احمر من كده، لان في السيانايد بويزنينج في الاستوكسيك العيان ما بقاش عنده سيانوزس، بيبقى لونه احمر مش بس طبيعي. طالب قال لي انا فهمت الشرح تماما الاربعه، لكن زي ما انت قلت عندي احساس ان الاربعه انواع دخلوا ببعض. انا عارف، ما احنا اتفقنا. قال لي ممكن تفك لنا الاشتباك؟ قلت له حالا. قال لي ازاي؟ قلت له انا معايا السر، بدل ما هشرح راسيا كل نوع اشرح السبع نقاط فيه، هشرح افقيا، يعني هقارن الارتيريال بلاد في الانواع الاربعه، والتدرج هيساعد الحفظ. خد بالك بقى، هتطلع في النو تايم، عمرك ما هتلخبطها ذا ريست اوف يور لايف. طريقه رائعه. الارتيريال بلاد في الهيبوكسيك بلاد، نقص التنشن زي في الهاي التيتيود ادى الى نقص الكونتنت، ادى الى نقص الساتوريشن، يعني ثلاثة ناقصين. طب في الانيميك حاجة واحدة بس اللي ناقصة المهمة الكونتنت، يبقى هنا الثلاثة ناقصين، هنا حاجة واحدة. طب في النوعين الاخرين ولا حاجة ناقصة، يبقى جميلة. في اول نوع الهيبوكسيك هيبوكسيا الثلاثة ناقصين، في الانيميك واحدة بس اللي ناقصة اللي هي المهمة الارتيريال كونتنت. في النوعين التانيين مفيش خلل عند اللانج، الخلل عند الأنسجة، فولا واحدة ناقصة، يبقى ثلاثة ناقصين في أول نوع، حاجة واحدة ناقصة في الأنيميك، في النوعين الأخرين ولا حاجة ناقصة. طب كده الحمد لله خلصنا منين؟ من الأرتيريال. عندك طريقة الفينس؟ في الفينس كل الأنواع التنشن والكونتنت والساتوريشن، التنشن والكونتنت والساتوريشن، التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال، ما عدا الهيستوتوكسيك اباف نورمال الثلاثه بس. خلصت، طريقه جميله. طب نيجي للسيانوزس، والالوان رائعه هنا. في نوعين عندهم سيانوزس، الاول والثالث، اللي هي الهايبوكسيك والاستاجننت. اهي شوف اللون الازرق، بحب الالوان قوي. عندهم كميه من الريديوز هيموجلوبين تسمح بان يبقى لون ازرق سيانوز، بينما في نوعين ما عندهمش سيانوزس، النوع الثاني والرابع، الانيميك والهيستوتوكسيك. ليه الانيميك يا اولاد؟ لان عنده الهيموجلوبين قليل، وبالتالي الريديوز هيموجلوبين قليل، وبالتالي عمره ما هيتخطى الثريشولد اللي لازم للسيانوزس، اللي فاكرينه كام يا اولاد؟ 5 جرام لكل 100 سنتي كابيلاري بلاد. بينما في الهيستوتوكسيك ده مش بس ما عندوش سيانوزس، ده مش لونه طبيعي، ده ما اتاخدش منه اوكسجين خالص، ده رجع الفينس كما الارتيريا. العيان مش حضرتك، العيان مفيش احمر من كده. يبقى دي السبعه بطريقه رائعه يا اولاد. وزي ما وعدتكم، لو غيرنا الدراسه من الدراسه الراسيه كل نوع على حده الى دراسة افقية، اتحفظت في ثانية، اتفك الاشتباك، ونعيدها مرة تاني وانت بعيدها في الفيديو كما شئت. نمسك الارتيريا في النوع الاول هيبوكسيا التلاتة ناقصين، وفاهم ليه؟ نقص التنشن ادى الى نقص الكونتنت، ادى الى نقص الساتوريشن. في النوع التاني الانيميك من التلاتة حاجة واحدة بس الناقص، حاجة واحدة بس الناقص اللي هي الكونتنت، قاعد معانا يبقى نفس التنشن مالينها للاخر الساتوريشن، بس جايب فنجان، جايب هيموجلوبين قليل، يبقى كونتنت بس. في النوعين الاخريين المشكله مش عند اللانج، فطلع الارتيريال بلاد نورمال تنشن وكونتنت وساتوريشن، ولا حاجه ناقصه. يبقى في اول نوع الهايبوكسيك الثلاثه ناقصين، في ثاني نوع الانيميك واحده بس الناقصه اللي هي المهمه الاوكسجين كونتنت، افتكر الفنجان. في النوعين الاخريين
مفيش عيب عند اللنج، مفيش عيب عند اللنج، الارتيريال بلاد طلع نورمال تنشن وكونتنت وسابريشن. الفينس اسهل، جميع الانواع التنشن والكونتنت والساتوريشن، التنشن والكونتنت والساتوريشن، التنشن والكونتنت والساتوريشن بيلو نورمال، ما عدا النوع الرابع التنشن والكونتنت والساتوريشن اباف نورمال، اباف نورمال. رجع الفينس كما الارتيريال لان ما اتخذش منه اوكشن خالص. طب نيجي للسينوزس، طريقه لا تنسى، النوع الاول والثالث هايبوكسيك وستاجننت، اهو اللون لزق يخرم العين، عندهم سينوزس. النوع الثاني والرابع الانيميك والاستوتوكسيك ما عندهم سينوزس. الاولاني الانيميك لان ما عندوش كميه كافيه من الهيموجلوبين، وعليه ما عندوش كميه كافيه من الريديوز هيموجلوبين، وبالتالي عمره ما هيتخطى الثريشولد اللي هو 5 جرام ريديوز هيموجلوبين عشان يبان له لزق، فما وصلش الثريشولد. بينما الاستوتوكسيك اقوى، مش بس ما عندوش سينوزس، ده مش لونه طبيعي، ده لونه اكثر احمرارا مما ينبغي لدرجه سموه ريد هايبوكسيا. وقلت السانايد بويزنينج تدي ريد هايبوكسيا، واحكي لكم قصه صغيره في عجاله. الفنانه الراحله مارلين مورلو انتحرت بانها خدت يعني مهدئات بوظت الانزيمز فماتت من هيستوتوكسيك هايبوكسيا. فلما راحوا يشوفوا جثتها وهي ميته، طبعا الهيستوكسيك هايبوكسيا ايه؟ بيبقى العين اكثر احمرارا مما ينبغي. فكتب الصحفيون بالانجليزيه طبعا، وجدت وجنتاها حمرويتين، يعني مارلين مورلو كلها نضاره حتى وهي ميته، الجثه حمراء كلها نضاره. هم اغبياء ستوبيد، لانها خدت مهدئات بوظت الديهيدروجينيز انزايم فماتت من هيستو توكسيك اللي العيان بيبقى ما فيش احمر من كده. فاياك في الهيستو توكسيك، اياك في السانايت بويزنينج، تكتب العيان عنده سانوزس، مش هيبقى العيان اللي مفيش احمر من كده، مش هقدر اقولها بطريقه مختلفه. نيجي بقى النقطه اللي بعد كده، التريتمنت. عيان بيموت من نقص الاوكسجين، نعمل له ايه؟ طالب قال لي يبقى نديله اوكسجين، بيموت من نقص الاوكسجين نديله اوكسجين. يبقى العلاج اوكسجين، اعميه اوكسجين اندر بريشر. طب احنا عارفين الاوكسجين بيوجد في صورتين، متحد مع الهيموجلوبين كيميكال، اللي زائد ده فيزيكال، بس الانسجه بتعتمد على مين يا اولاد اساسا؟ الكيميكال اللي كميته كبيره جدا في الارتيريال بلد، 3 من 10 بس بيبقوا مذابين فيزيكال، بينما الكيميكال اهي 19.4. الكيميكال ده مع الهيموجلوبين، فتعال نجرب في الهيبوكسيك هيبوكسي. لو حطينا على من فوق عند اللانج ماسك اوكسجين عشان ياخد اوكسجين تحت ضغط، الهيموجلوبين هنا ما هوش فولي ساتوريتد، يبقى هيبقى ساتوريتد، يبقى العيان هيزيد كيميكال المتحد مع الهيموجلوبين، وكمان ادام اديت اوكسجين تحت ضغط هيزيد المذاب في البلازما، يبقى هيزيد الكيميكال في الهيموجلوبين والمذاب. بس مين الاهم يا اولاد؟ الكيميكال. بينما الطالب ذكي في الانواع الثلاثه الاخرانيين، بص الرسمة، رسمة رائعة من إبداعات العبد الله. الهيموجلوبين طلع من الرئة في الثلاث أنواع دول فولي ساتوريتد، يبقى ما تدي أوكسجين تحت ضغط مش هيزيد الكيميكال، هو الأهم، هيزيد الفيزيكال اللي هو كميته قليلة قوي. يبقى العيانين دول انتفاع ضئيل جدا بالأوكسجين ثيرابي، بالعلاج بالأوكسجين. ليه؟ ليه؟ لأن الهيموجلوبين بتاعهم أوريدي فولي ساتوريتد في الرئة، مفيش مكان نحط فيه اوكسجين، ما زادش الاوكسجين ان كيميكال، زاد الفيزيكال بس، وده كميته قليله ولا يكفي. بينما مين زاد كيميكال وهو الاهم؟ لان الهيموجلوبين بتاعه ما كانش فولي ساتوريتد، وفوق ال100 فيزيكال الهايبوكسيك هايبوكسي اهي، زاد كيميكال وفيزيكال، كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال لانها الاهم ثم فيزيكال. الانواع الثانيه زادت في الفيزيكال بس. ثانك جاد ان هذه النقطة مش بس تبين انه هناك خالق، ولكن تري رحمة الخالق. واحد قال لي ازاي يا ولاد؟ بصوا معايا، من هو اكثر انواع الهيبوكسيا في العالم؟ كلهم قالوا لي انت قلت الهيبوكسيك هيبوكسيا.
ليست من المصادفة إن أكثر نوع من الهيبوكسيا في العالم هو الهيبوكسيك هيبوكسيا، هو أكثر الأنواع استفادة من العلاج، لأنه بيزيد الهيموجلوبين إن كيميكال إن كيميكال إن كيميكال، وده الأهم، مو إن فيزيكال. فهذا يري رحمة الخالق، أنه وراء الخلق قوة عاقلة، قوة رحيمة نسميها الله، ليس من قبيل المصادفة إن العلاج بتاع الهيبوكسيا يبقى أكثر تأثيرا في أكثر الأنواع شيوعا وهو الهيبوكسيك هيبوكسيا، لأنه الهيموجلوبين ما طلعش من الرئة فولي ساتوريتد، فما تدي أوكسجين تحت ضغط هيبقى فولي ساتوريتد، فيستفاد كيميكال هو الأهم، وكمان يزيد المذاب في البلازما هنا اللي هو الفيزيكال. بينما في الأنواع الثلاثة التانيين الهيموجلوبين أوريدي في الرئة فولي ساتوريتد، هيزيد الفيزيكال بس. وأقول لكم الحقيقة، والهيستوتوكسيك برغم ان زاد الفيزيكال ما استفادش حاجه خالص، عارف ليه؟ انه ما بيعرفش ياخد الاوكسجين، انزايمز بايظه. زاد الفيزيكال بات نو امبروفمنت. يبقى الكاركترز يا اولاد حفظتوها كويس، 3 ارتيريال 3 فينس وسينوزس مع شق مستعد للنظام. ثم خدنا النقطه اللي بعد كده السادسه وهي العلاج. تعالوا نقولهم تاني للمره الرابعه، الدراسه الافقيه الارتيريال بلاد في الهايبوكسيك هايبوكسيا، الثلاث حاجات ناقصه، التنشن والكونتنت والساتوريشن. قولوا انتوا بقى معايا، الانيميك حاجه واحده بس اللي ناقصه وهي الاهم اللي هي الكونتنت. اما في النوعين الاخرين ولا حاجه ناقصه، لان مفيش ديفكت عند اللانج. يبقى في اول نوع الثلاثه ناقصين الهايبوكسيك، في ثاني نوع الانيميك واحده بس اللي ناقصه وهي المهمه اوكسجين كونتنت، في الثالثه والرابعه مفيش حاجه ناقصه. طب الفينس بلاد اسهل يا اولاد، كلهم التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال، ما عدا الهيستوتوكسيك التنشن والكونتنت والساتوريشن اباف نورمال. ليه؟ لان الفينس رجع كما الارتيريال. ثم نيجي النقطه السابعه السينوزس، والرسمه رائعه بقى ديك شايفها لمده نص ساعه. يوجد نوعان عندهم سينوزس، الاول والثالث، الهيبوكسيك والاستاجنت، الهيبوكسيك والاستاجنت، ونوعين ما عندهمش سينوزس. الانيميك لانه ما قدرش يحصل على 5 جرام ريديوزد، هو اللي ممكن القليل في الريديوزد بيدوريه قليل، صعب يكمل 5 جرام. يعني بديك مثال، افرض هو واحد عنده انيميا عنده 6 جرام، عشان يبقى عنده سينوزس لازم يبقى في 5 جرام ريديوزد. معقوله هيبقى عايش بجرام واحد وعشان يعمل سينوز؟ اللي عندهم انيميا يا اولاد ما عندهمش سينوز. اذكرك اكتر، بيقول لك اللي عنده انيميا لونه شاحب، عمره ما قالوا ازرق يا اولاد، شاحب. اما الهيستوتوكسيك ده مش بس ما عندوش سينوزس، ده لونه اكثر احمرارا مما ينبغي. ثم نيجي للنقطه السادسه في العلاج، بندي واحد ناقص اوكسجين اديله اوكسجين، اعمليه اوكسجين اندر بريشر. مين اكثر نوع استفاد؟ ليوري رحمه الله اكثر انواع شيوعا وهو الهيبوكسيك هيبوكسيا، لان الهيموجلوبين بتاعه اللي خارج من الرئه نوت فولي ساتوريتد، فما تديله اوكسجين عن طريق الرئه هيبقى فولي ساتوريتد، هيزيد الكيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال هو الاهم والفيزيكال. اما الانواع الثلاثه التانيين كلهم فولي ساتوريتد اهو، يبقى هيزيد المذاب بس، وده ملوش قيمه قوي، ايفن اخر نوع مش هيستفاد حاجه. يبقى عيد بقى الفيديو تاني لو عاوز تشوف اكتر. طيب في بقى في بعض الجامعات سؤال ذكي جدا، يقول لك حط لي الانواع الهيبوكسيا الاربعه الاوكسجين سيشن كيرف. في الاوكسجين سيشن كيرف احنا بنمثل بيرسنتج ساتوريشن اجينست الاوكسجين تنشن، خلاص. وبعدين عشان اذكرك اهو تاني اهو يا اولاد، فاكر التنشن كان الارتيريال بلاد 100 والفينس بلاد 40، والساتوريشن كنا قلنا الارتيريال بلاد بيخرج نيرلي فولي ساتوريتد 97%، الفينس بلاد بيتاخد منه تقريبا الربع 27 بيرجع فيه 70. طيب انا قلت يا اولاد انه الهايبوكسيك هايبوكسيا ناقص عنده كل حاجه، التنشن والكونتنت والساتوريشن، يبقى التنشن ناقص والساتوريشن ناقص، يبقى بيلو نورمال اهو، تحت النورمال، ده الهايبوكسيك. بينما الانواع الثلاثه التانيين الانيميك والاستاجنانت والهيستوتوكسيك تنشن والساتوريشن نورمال، عشان كده نورمال. طالب اوعى تغلط ما تعبطش، الانيميك مين اللي ناقص فيه؟ مش الساتوريشن، الكونتنت.
في الكيرف انا ما بمثلش الكونتنت اجينست التنشن، بمثل الساتوريشن، الساتوريشن اجينست التنشن، وده النورمال في الانيميك. يبقى الارتيريال بلد ثلاث انواع نورمال ارتيريال بوينت بما فيهم الانيميك. هقولها تاني، لان الانيميك ناقص عنده مين؟ مش البرسنتج ساتوريشن، ناقص عنده الكونتنت اللي هي مش ممثلة في الكيرف. اللي ممثل في الكيرف هو البرسنتج ساتوريشن وهو نورمال عنده. مين النوع اللي الارتيريال بوينت عنده بلو نورمال؟ الهايبوكسيك بس، ان كل حاجه عنده ناقصه تنشن وكونتنت وساتوريشن. طب نيجي الفينس بوينت، جميع الانواع قلنا التنشن والكونتنت والساتوريشن بلو نورمال ما عدا الهيستوتوكسيك بيبقى اباف نورمال، ما عدا الهيستوتوكسيك بيبقى اباف نورمال. انا اسف ان هي مفروضه مفروض الهيستوتوكسيك اهي اباف نورمال، دي النورمال بوينت اللي عند 40، فالهيستوتوكسيك اباف نورمال اهي اباف نورمال صح. يبقى الهيستوكسيك اباف نورمال. يبقى حتى لطيفه في الكيرف اوعى تنساها. يبقى في واحده بس هي اللي شاذه في الاربعه، في الارتيريال كل الانواع نورمال ما عدا الهيستوتوكسيك بلو نورمال. اسف، كل انواع نورمال ما عدا الهايبوكسيك بيبقى بلو نورمال. التنشن والكونتنت والساتوريشن في الارتيريال بلاد بلو نورمال. طب في الفينس بلاد كل الانواع بلو نورمال ما عدا الهيستوتوكسيك اباف نورمال. اباف نورمال ايفن ممكن تبقى قريبه جدا من الارتيريال هنا، اذا حبيت تعرف يعني اذا كان كومبليت بويزنج اوف انزيمز ممكن تبقى اباف نورمال لدرجه انها ممكن توصل لفوق خالص يا اولاد. خلاص؟ طيب اهي تبقى هنا. ده سؤال مهم في بعض الجامعات. يبقى تاني، في الارتيريال بوينت ثلاثه منهم نورمال تنشن ونورمال برسنتج ساتوريشن، واحد بس الهيبوكسيك، الهيبوكسيك هو اللي بيلو نورمال. طب في الفينس بوينت كل الانواع التنشن كونتنت ساتوريشن بيلو نورمال ما عدا واحده اباف نورمال اللي هي التوكسيك. طيب نيجي للجزء بقى الاسهل في المحاضره دي يا اولاد. نبتدي عندي حاجتين عاوز ادرسهم، اللي هو الكربون مونوكسيد بويزنينج. كربون مونوكسيد في فقره المعلومات العامه في كيف تربح المليون، لو قال لك مين اكثر غاز بيتسبب في الوفيات في عالمنا هذا في كيف تربح المليون، الاجابه كربون مونوكسيد. Today it causes more deaths than any other gas all over the world. وهو بينتج من الاحتراق الغير كامل لذرات الكربون، incomplete combustion of carbon atoms. انا بس عاوز اقول لكم حاجه هقولها في اول نهايات ما انساهاش، حاجه يعني معلومه عامه، وقلت ان الكربون مونوكسيد كان بيستخدم في الاعدام في بواسطه اليونانيين والرومان زمان، بس دلوقتي الامريكان بقى عشان ما يعذبوش الشخص بغرف الكربون مونوكسيد استبدلوها بالسيانايد اللي هو بيموت في 10 دقائق. خد بالك كربون مونوكسيد بيتحد، ده سؤال ام اس كيو، مع الهيموجلوبين، مع الهيموجلوبين فيدي انيميك هايبوكسي، بينما السيانايد ما تلخبطش في الام اس كيو، بيبوظ الانزيم السيتوكروم اوكسيديز انزيم، سيتوكروم اوكسيديز انزيم يدي هيستوتوكسيك. اسئله مهمه جدا. طيب ايه عيوب الكربون مونوكسيد؟ اربع عيوب. واحد، انه بيتحد في نفس نقطه الاكسجين، يعني الهيموجلوبين اللي اتحد بالكربون مونوكسيد لم يعد قادر على التحاب بالاكسجين، لدرجه بيسموا المركب كاربوكسي هيموجلوبين، لانه بيتحد في مكان الاكسجين فيسموه كاربوكسي هيموجلوبين، لان الكربون دايكسايد ما بيتحدش في نفس المكان، بيتحد مع الامينو اسيد، عشان كده المركب اللطيف بتاع الكربون دايكسايد اللي ما بيموتش اسمه كارب امينو هيموجلوبين، انما ده اسمه كاربوكسي هيموجلوبين، بيتحد في نفس نقطه الاكسجين. تاني عيب، انه قابليه الكربون مونوكسيد للاتحاد بالهيموجلوبين 210 تايمز قابليه الاكسجين للالتحاب بالهيموجلوبين. معناها ايه دي؟ مهما كان الكربون دايكسايد كميته قليله هيتحد مع كميات كبيره من الهيموجلوبين، لان الافينيتي
بتاعت الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد 210 الافينيتي اوف هيموجلوبين الاكسجين. ثالث نقطه، لا منه ولا كفايه شره، حتى الهيموجلوبين اللي ما اتحدش بيه وما زال متحد مع الاكسجين زود الافينيتي بتاعته للاكسجين، خلاه ما يسيبش الاكسجين للانسجه، ما هو ماسك فيه زود الافينيتي. الكيرف شيفت للناحيه الوحشه، فاكرينها قلناها، راجع محاضره الاكسجين شيفت تو ذا ليفت. الكربون دايكسايد الحلو بتاع ربنا بيروح الناحيه الحلوه بتاعت ربنا، بيشيفت الكيرف تو ذا رايت، بيقلل الافينتي، بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للانسجه، انما ده بيخليه ما يسيبهاش تو ذا ليفت. نمره اربعه، ان البريكنج بتاع الكربوكسي هيموجلوبين فيري سلو، يعني حتى لو انقصت عنه تحاول تعالجه بياخد وقت. يبقى اربع عيوب، انه بيتحد في نفس نقطه الاكسجين، قابليته للهيموجلوبين 210 قد قابليه الهيموجلوبين قد قابليه الاكسجين. ثلاثه، انه حتى الهيموجلوبين اللي ما زال متحد مع الاكسجين لا منه ولا كفايه شره، ما سابوش في حاله، خلاه يمسك الاكسجين جامد، ودي مش ميزه دي عيب، فما يسيبوش الانسجه، فيشيفت الكيرف للناحيه الوحشه تو ذا ليفت. رابع حاجه، انه بيبريك سلو. وقلت في محاضرات البلاد ان انا تاملت في تامل خاص بالعبد الله، هو ربنا مش هو اللي بيخلق كل حاجه؟ طب ليه ربنا خلى الكربون مونوكسيد الوحش الوحش قابليته للاتحاد بالهيموجلوبين 210 مره قد الاكسجين الحلو؟ فقعدت افكر بيني وبين نفسي، فتاكدت انه وراء الخلق خالق. الكربون مونوكسيد كميته في الجو قليله جدا لا تذكر. امتى هيبقى في كربون مونوكسيد كتير؟ لو ناس ماتت محروقه، يعني جوه بيت وحصل حريقه بقى ونار كتيره، فانكمبليت كومبشن اوف كربون. فاحنا بعد اي حريقه يا اولاد بنلاقي الجثث خرجت متفحمه، فنقول يا خبر، ده الناس دي تألموا جدا، يعني ده اتحرقوا وحسوا بالحريق، اتعذبوا لحد ما تفحموا. حقيقة الأمر لا، لأن وده بقى يوريك إن وراء الخلق قوة عاقلة رحيمة. مرة تاني في نفس المحاضرة، إن مع أول انبعاث لكميات ضئيلة من الكربون مونوكسيد، شوف رحمة ربنا، لسه كميات قليلة، ربنا خلاها تتحد مع كميات كبيرة من الهيموجلوبين، لأن قابلية الكربون مونوكسيد للاتحاد بالهيموجلوبين 210 مرة قابلية الأكسجين، صح؟ فاتحد مع كميات كبيرة. لو اتحدت مع 70% من الهيموجلوبين الشخص يفقد الوعي على طول، 50% يفقد الوعي، حتى 70% يموت. فإذا الناس دي مع أول انبعاث للكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد اتحد مع كميات كبيرة من الهيموجلوبين برغم إن هو كميته صغيرة. ليه؟ ليه؟ لأن عنده أفينيتي عالية جدا، عالية جدا، 210 الأفينيتي بتاعت الأكسجين، فاتحد مع كميات كبيرة من الهيموجلوبين، مفيش أكسجين رايح للمخ، فالشخص ده حصل له كوما فما حسش الحريق، لا يدير الشاة سلقها بعد ذبحها. فتاكدت ان ده قصد الهي. ليه يا ربي خليت الكربون مونوكسيد يتحد مع الهيموجلوبين 210 قد الاكسجين؟ وليه خليته حتى الهيموجلوبين اللي فاضل ما يسيبش الاكسجين بتاعه الانسجه، يشيف يزود الافينتي يشيف تو ذا ليفت؟ ربنا مش عاوز اي اكسجين يروح للمخ في اثناء الحريق عشان يحصل لك غيبوبه، عشان ما تحسش وانت الحريق وتتعذب الى ان تتفحم. وراء الخلق عاقله رحيمه نسميها الله. طيب نيجي بقى بعد التوكسيستي بتاعته الاربع نقاط، وده سؤال مهم جدا على فكره، الكربون مونوكسيد بويزنج ده بيجي سؤال سيمبتومز. صدق ولا تصدق، الكربوكسي هيموجلوبين لونه احمر، فالعيان بيموت من نقص الاكسجين ولونه احمر، يبقى مره ثانيه ريد هايبوكسيا. يبقى لما يقول لك تسمع عن حاله اسمها ريد هايبوكسيا اقول له اسمع، الهيستوتوكسيك هايبوكسيا ومثالها السيانايد بويزنج بيبقى العيان احمر، بيموت من نقص الاكسجين واحمر، فيسموه ريد هايبوكسيا. الانيميك هايبوكسيا اللي سببها الكربون مونوكسيد، مش اي انيميك هايبوكسيا، فقط اللي سببها كربون مونوكسيد، الكربوكسي هيموجلوبين لونه احمر شاري ريد، فالعيان بيموت من نقص الاكسجين ولونه احمر ريد هايبوكسيا، دي الاوائل. يبقى الريد هايبوكسيا كل حالات الهيستوتوكسيك هايبوكسيا، سيانايد وغير سيانايد. الفينس بلاد مليان اوكشن يبقى ريد هايبوكسيا. حالات الانيميك هايبوكسيا حاله واحده بس، الكربون مونوكسيد. ليه بقى؟ لان الكربون مونوكسيد
لونه نفسه الكربوكسي هيموجلوبين شيرينيت فيبقى عين لونه احمر. طب تعال نبص مع بعض في حاجة تاني لرحمة ربنا سبحان الله. نتفرج مع بعض يا ولاد. إن صدق ولا تصدق العيان بيموت من نقص الأكسجين yet the respiration is not stimulated. ليه؟ لأن احنا قلنا respiration stimulated بنقص الـ pressure of oxygen مش كده؟ respiration بتبقى stimulated بنقص الـ pressure of oxygen، بينما الكربون مونوكسيد يتحد مع مين؟ مع الهيموجلوبين. ما نقص يعني نقص كيميكال متحد مع الهيموجلوبين يبقى نقص كيميكال ملوش دعوه بالفيزيكال. واحنا قلنا الريسبريشن ستيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين هو الاوكسجين ان فيزيكال فورم اللي ما اثرش فيه الكربون دايكسايد هو متحد مع الهيموجلوبين يبقى نقص الاوكسجين ان كيميكال. بينما الريسبريشن قلت لكم سؤال ما بتبقاش ستيميليتد بنقص الاوكسجين ان كيميكال بنقص البريشر اوف اوكسجين اللي هو الاوكسجين ان فيزيكال اللي ما اثرش فيه الكربون مونوكسيد. فالريسبريشن هنا نوت ستيميليتد. عاوزك تتخيل المنظر، عيان بيموت من نقص الاوكسجين ومع ذلك لونه احمر وهو بيموت من نقص الاوكسجين والريسبريشن نوت ستيميليتد لان الكربون مونوكسيد اتحد مع الهيموجلوبين نقص كيميكال ما نقص الفيزيكال. والريسبريشن الريسبريشن بتبقى ستيميليتد بنقص الفيزيك بنقص البريشر الكربون مونوكسيد نقص الكيميكال. ومره اخرى تفهم ليه ربنا بيخلي الريسبريشن نوت ستيميليتد، احنا مش عاوزين اكسجين احنا عاوزينه يدخل في غيبوبه سبحان الله. لو وصل نسبه الكربوكسي هيموجلوبين 70% العيان بيحصل له ديث. دي النقاط الثلاثه الاساسيه. طبعا قبل ما يبقى لونه احمر الريسبريشن نوت ستيميليتد اوعى تنسى دول، عيان بيموت من نقص الاوكسجين لونه احمر وسبيشال نوت ستيميليتد وبيموت لما الكربوكسي هيموجلوبين يبقى 70%. قبل ما بيوصل المرحله دي في البدايات بيبقى عنده هيديك صداع نوذيا غثيان نفس مل القيء وديكريز جادجمنت يعني حكمه على الامور صعب كانه شارب الكحوليكس. نيجي التريتمنت وبالك ده سؤال نظري مهم الكربون مونوكسيد بايلي لانه اكتر غاز بيعمل وفيات في العالم فاهم ليه بيجي اكتر غاز بيعمل وفيات في العالم. تخيل دخلت على اسره كانت يعني بتتدفى على عارف كيزان الذره دي ساعات في الريف يحرقوها عشان يتدفوا عليها بتطلع كربون مونوكسيد. فلقيت الاسره كلها يعني في حاله كوما ملقعه على الارض تعمل ايه؟ اول حاجه تترمينيت الاكسبوجر تمسك رجلين واحد واحد وتخرجوا بره. لو قعدت تعالجهم وانت جوه هتنام جنبهم سعادتك هتكوع جنبهم ما هو في كربون مونوكسيد. يبقى اول حاجه مش تعمل لهم ارتفيشال ريسبريشن ده سؤال في الام اس كيو ايه الفيرست ثينج؟ تبعدهم عن مصدر الاكسبوجر تمسكهم رجليهم وتجرهم واحد واحد الى الخارج يبقى ترمينيشن واكسبوجر. اثنين اللي نفسه واقف تعمل له ارتفيشال ريسبريشن اف ريسبريشن از فيلينج مش هو ماوس تو ماوس والسلام مش هي الموضوع مبواسه ما تعملش artificial respiration الا لنفس واقف. ثلاثة ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو تديهم 100% اوبشن ولا 95% اوبشن معاه 5% سي او 2 اظن دي الاجابه الصح. طب هتسال ليه؟ لان ال 5% سي او 2 هيستيميليت الريسبريشن لما تدي له معاه 5% سي او 2 هتستيميليت الريسبريشن واحنا عارفين الريسبريشن نوت ستيميليتد فعشان كده بنفضل 95% اوبشن مع 5% سي او 2. لو لقيت نسبة الكربوكسي هيموجلوبين عالية انت فاهم لو وصل 70% هيموت يبقى لازم تعمل له اكستشينج ترانسفيوجن تغير له دمه. يبقى ده التريتمنت اهم واحدة فيها ترمينيت ذا اكسبوجر. الثانية اذا الريسبريشن فيل تعمل له ارتفيشال ريسبريشن. تدي 100% اوكشن ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو ولا 95% اوكشن و5% سي او 2؟ 95% اوكشن و5% سي او 2 لسببين. السبب الاول تو ستيميليت ريسبريشن، السبب الثاني ان ده بيفك اتحاد الكربون مونوكسيد مع الاوكسجين. وبعدين تعمل اكشينج ترانسفيوجن، وطبعا في حاجه ما بيدققوش عليها ان احنا قلنا البريك داون بتاع الكربوكسي هيموجلوبين بطيء. فحتى بعد ما العيان يفوق لا يصرف ولا يترك الهوسبيتال الا بعد 24 ساعه، لالا هو مروح سايق في السكه يدوخ يبقى انقذناه من الكربون مونوكسيد مات في حادثه سياره.
يبقى 24 hours قبل ما نمشي العام، مش مهم قوي دي هنا عندنا. نيجي طيب في اسباب تانية الانيميك هايبوكسيا غير الكربون مونوكسيد بويزن، في حاجات بتتحد مع الهيموجلوبين تعمل نقص في الكواليتي في الهيموجلوبين، يبقى الهيموجلوبين نورمال بس متحد مع كربون مونوكسيد، او تحول لميت هيموجلوبين او تحول لسالفي هيموجلوبين. طبعا مش عيد الاثنين دول لونهم ازرق مش احمر، بقى مش زي الكربوكسي هيموجلوبين هو لونه احمر، الميت هيموجلوبين السالفي هيموجلوبين حتى عامل لك العناوين بالازرق عشان تفتكرها، ده بيبقى بلوش. الميت هيموجلوبين قلنا ده كان بيحصل بوست اوكسيدايزنج ايجنت راجع محاضرات البلد، انما السلف هيموجلوبين بيحصل بريديوسنج ايجنت العكس، وده رير. حتى الاربع الار مين اللي رير؟ السلف هيموجلوبين مش الميت هيموجلوبين، ده رير وبيبقى العيان لونه ازرق. طب نيجي الاوكشن ثيرابي، يبقى الكلام ده يا اولاد خاص بالانيميك هايبوكسيا، ان هو الهيموجلوبين في نقص مش في الكوانتيتي في الكواليتي، في هيموجلوبين بس متحد مع حاجه بتخليها ما يشيلش اكسجين، يا كربون مونوكسايد وهيبقى لونه احمر، يا اما تحول لميت هيموجلوبين او سالف هيموجلوبين، وفي الحالتين لونه ازرق بيتحول لميت هيموجلوبين بالاكسيدايزنج ايجنت، بيتحول للسالف هيموجلوبين بريدوسنج ايجنت. ده ليه نيجي الاوكسجين ثيرابي قلناها على فكره في الجدول، مين اكتر عيان بيستفيد؟ هايلي يوسفول بتاع الهايبوكس كايبوكس. ليه؟ لانه ذات كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال ثم فيزيك. للاوائل في حاله واحده من الهايبوكسيك هايبوكسيا ما بيستفدش، اللي هو السبب الخامس لو عنده ارتيريو فينس شنط، يعني اوريدي الارتيريال بلاد بيخرج فيه 97% مشبع وبعد كده نداله بتحط عليه فينس بلاد، فما تديله من فوق من ماسك اوكسجين، طب ما الارتيريال بلاد بيخرج نورمال بس هو ماشي في السكه بيتحط عليه فينس. فالنوع الوحيد في الهايبوكسيك هايبوكسيا اللي ما بيستفادش بالتريتمنت هو النوع الخامس اللي هو فينس تو ارتيريال شارت، مكتوبه خطا، فينس تو ارتيريال مش ارتيريال تو فينس، صلحها فورا. فينس تو ارتيريال شارت اهي هنعمل حالا، لان احنا بنحط فينس بلاد على ارتيريال، فينس تو ارتيريال شارت. معلش الورق بيتكتب في عجاله ساعات فبيبقى بنصلح مع بعض. طيب مين الانواع اللي هي هتستفاد حاجه بسيطه قوي اللي هي عايزين عندها الفيزيكال بقى، اللي هو الانيميك والاستاجنانت والهيستوكسيك، حتى الهيستوتوكسيك للاوائل ما بيستفادش خالص، نوت يوسفول، لان قلنا المشكله عنده مش ان تزود له الاوكسجين، هو مش عارف ياخد اوكسجين، في بويزنج في الانزيمز. يبقى قسمنا الاوكسجين ثيرابي اكتر نوع بيستفاد هو اكثر انواع شيوعا الهايبوكسيك هايبوكسيا ثم الهايبوكسيك هايبوكسيا ثم الهايبوكسيك هايبوكسيا، لانه بيستفاد كيميكال ثم كيميكال ثم كيميكال ثم فيزيكال، ما عدا مين بقى؟ الاوائل اللي هو عنده فينس تو ارتيريال شانت. وحتى الاوائل طب في الانواع الثانيه نوع بيستفاد كويس قوي لسه قايلينه اللي هو الكربون مونوكسيد بويزن، يعني اكتر نوع استفاد هايبوكسيك هايبوكسيا، وتخصم منها نوع الفينس تو ارتيريال شانت وتحط بدلها حاجه ثانيه كربون مونوكسيد بويزن، ده اوائل الاوائل. يبقى اكتر نوع استفاد هايبوكسيك هايبوكسيا، تقول له ما عدا الفينس تو ارتيريال شانت ما بيستفادش، طب في نوع ثاني مش هايبوكسيك هايبوكسيا يستفاد كربون مونوكسيد بويزن. طب less useful في الانيميك والاستاجنانت، not useful في الهيستوتوكسيك هايبوكسيا. خدنا نقص الاوكسجين، ناخد عكسه اوكسجين توكسيستي. It's surprising من الاخذ للتعجب انه بينما الاوكسجين يا اولاد is essential for life it's also toxic، الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، يعني برغم ان الاوكسجين ده essential to life بس ب 21% اوكسجين في الجو، اما تاخد اوكسجين اكتر مما ينبغي يبقى توكسيك، وعلى فكره والميه كمان كده، يعني الماء والهواء لو بزياده مع انهم essential elements for life يبقوا توكسيك. هناخد ميه باذن الله مع الكدني في سنه تانية. فالفري اوكسجين راديكلز لما تاخد اوكسجين كتير بيدامج الاوكسيديتيف انزيمز والنيرفس سيستم. انا عاوز اقولها دي في عجاله شويه لان ما بيهتموش بيها قوي. لما تحط العيان تديله بيور اوكسجين في صوره ماسك
او حطه في اوكسجين تنت، يعني خيمه اوكسجين فيها 100% اوكسجين. طيب لو قعدت تاخد 8 ساعات اوكسجين بيحصل اريتيشن في الابر ريسبيراتوري تراك، تكحها كده كانك يعني بتاخد دخان سجاير. يبقى بيور اوكسجين 8 ساعات يريتيت الابر ريسبيراتوري تراك، تعمل لك كافينج. طب لو وصلنا من 24 ل 48 ساعه دامج تو ذا لانج، الموضوع دخل في كلام فارغ. طب اكتر من 48 ساعه اكتر كمان دامج تو ذا سنترال نيرفس سيستم. يبقى 48 اكتر من 48، 8 يبوظ الابر ريسبيراتوري تراك، شويه كح مش مشكله، 48 ساعه باظ، يبقى 8 وعند 48 عشان تحفظها باظت الرئه. اكتر من 48 باظ السي ان اس، يحصل لك نقص التويتشز، يعني العضلات تلعب تويتشز، ديزنس، دوخه، كونفالشنز، تشنجات، كوما، غيبوبه. قال عن حاجه انك تدي اكسجين للبريماتيور بيبي اللي هو فاكر، وساعات بنضطر نديله لانه البريماتيور بيبي ده بيبقى عنده ريسبيراتوري ستريس سندروم، صعوبه في التنفس، فبنضطر نحطه في خيمه اكسجين او نديله ماسك اكسجين. قد مش كلهم يا اولاد، لما يقول لك هتقول لي طب ليه نجيب اكسجين؟ بعضهم بيصابوا بالعمى بلاينس. ليه بقى يا اولاد؟ نقص الاكسجين يعمل فازو دلتيشن. طب زياده الاكسجين، قولها انت، تعمل فازو كونستريكشن في الفيسلز اللي بتغذي الشبكيه في العين، الريتنا، فما فيش دم رايح للريتنا، فتتحول الريتنا لفايبرس تيشو، فيسموا حتى المرض مش عليكم بس اقوله لكم، ريترولينتال فايبروبليزيا. ريترو يعني خلف، لينتال يعني لينز، خلف اللينز، فايبروبليزيا يعني تكون فايبرس تيشو في الريتنا، يسموا المرض ريترو يعني ورا، لينتال يعني خلف اللينز، فايبروبليزيا تكون فايبرس تيشو خلف اللينز والمعني في الريتنا. بسبب ايه؟ انا قلتها لكم، نقص الاوكسجين بيعمل فازو دايليتيشن. لما تدي اوكسجين، اوكسجين توكسيستي يعمل فازو كونستريكشن، مفيش دم للريتنا تتحول لفايبرس تيشو. هذا الكلام يا اولاد فقط في البريماتيور بيبي، مش في اي واحد، مش في الانفنت الطبيعي ولا في نحن. طب تعالى بقى، لو ادينا مش بس بيور اوكسجين 100%، هايبر باريك اوكسجين، يعني اوكسجين 100% وتحت ضغط، هايبر يعني زياده، باريك يعني ضغط، بارو يعني ضغط، مش قلنا ارتيريال بارو؟ ده طبعا يحصل نفس الليسته دي بس اسرع، لانك لما تدي اوكسجين تحت ضغط 2 بيور اوكسجين تحت ضغط 2 كانك مدي 200% اوكسجين، اوكسجين تحت ضغط 3 بيور اوكسجين كانك 300%، فالكلام ده يحصل بس في وقت اقل، اكسلريتس الكلام ده. السي ان اس اهو هيبوظ اسرع بقى، اللي هي الماسل تويتشز قلنا، والديزنس والكونفالشنز والكوما اهو بتحصل في وقت اسرع. هاويفر، واحد يقول لي هل بندي اوكسجين تحت ضغط؟ اه في حالتين، لان حاجه تجوب بحاجه، في الكربون اوكسيد بويزنينج في صراع بين الكربون اوكسيد والاوكسجين، والكربون اوكسيد عنده بريفليج، عنده تقدم 210 مره على الاوكسجين، فبنضطر ندي اوكسجين تحت ضغط. وفي حالات الغاز جاز جنجرين، لان البكتيريا بتاعت اللي بتعمل غرغرينه بتبقى انيروبيك بكتيريا، ما تعيش في وجود الاوكسجين، انها انيروبيك، فاحنا نموتها ازاي بقى؟ ندي اوكسجين، لان هي مش ايروبيك، البكتيريا نوعها ان يعني لا انيروبيك، فنموتها بالاوكسجين. ده يعني عشان بس نكمل الصوره يا اولاد. طيب نيجي اللوحه ما قبل الاخيره، دي مهمة جدا. أنا عارف إن أنا المحاضرات طويلة شوية، بس لأن الحقيقة يعني الوقت ساعات بنتهز أي وقت أقول لكم، وأنت ممكن تقسم المحاضرة إلى قسمين، يعني في النص تقف في النص اللي أنت عاوزه وتكمل النص التاني، أنا مش هتوقف، بس أنت لما تيجي تسمعها في الفيديو توقفها وترتاح لك نص ساعة ساعة، تاني يوم تسمع النصف الآخر. سانوزيس ده موضوع مهم جدا 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 جدا، سانوزيس ده هنتكلم عليه في 5 نقاط. شفت انا معلمك انك انت في ان انا موضب النقطه اهي، 5 نقاط. اول حاجه الديفينيشن، ما
ما هو تعريف السيانوزس؟ سيان في اللغة علمتك يعني أزرق، يبقى bluish coloration of the skin and mucous membrane. ايه سبب bluish coloration ده؟ reduced hemoglobin. لو لازع ده لازم يبقى سببه مش دايت حبرك دلقت عليك، لازم يبقى سببه reduced hemoglobin. فين تلك كلمة؟ في الكابيلرز، لان انهي دم هو اللي يمكن رؤيته من خلال الجلد ويبان الجلد ازرق؟ فكر فكر بذكاء، مش اللي في الارتري، مش اللي في الفين، بتبقى الول ثيك، الدم اللي في الكابيلرز. يبقى تعريف السيانوزس ثلاث كلمات نقولهم مع بعض: بلوش كالريش لون ازرق، ثاني كلمه بسبب، لازم لون ازرق سببه ايه؟ ريديوس هيموجلوبين. فين؟ ان كابيلرز للاوائل. طب ازاي تحسب الريديوز؟ لازم الثريشول كام؟ قلناه اولاد، ده نقطه تسقط. عشان يبقى عندك لون ازرق لازم عندك 5 جرام ريديوز هيموجلوبين في كل 100 ملليلتر كابيلري بلاد. كابيلري بلاد. طب هنجيب لك سؤال، الكابيلري بلاد تعرف فيها قد ايه؟ الكابيلري مزنوق ما بين الارتي والفينس بلاد، فتجمع ريديوز هيموجلوبين في الارتي زائد الريديوز هيموجلوبين في الفين وتقسم على 2. يعني مثال، لو ريديوز هيموجلوبين في الارتي 10 جرام، او اسف في الارتري كان الريديوز هيموجلوبين نقول مثلا 4 جرام، وفي الفين بيبقى اكتر نقول 8 جرام، يبقى 4 في الارتري والفين 8، يبقى 4 زائد 8 يساوي 12 على 2 يبقى 6، يبقى الكابيلا اللي فيها 6 جرام يبقى اللي عندي عنده سيانوزس. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، اسباب السيانوزس. قلنا يوجد نوعان من الهايبوكسيا بتدي سيانوزس، اللي هما الهايبوكسيك، وانتوا قولوها الثانية عبال ما اكتبها انها سقطت سهوا، والستاجنانت. النوع الاول والثالث يبقى الهايبوكسيك والستاجنانت هايبوكسيا، النوع الاول والثالث هما دول اللي فيهم سيانوزس. هل في سبب تاني للسيانوز؟ اسفيكسيا، الاختناق. طب سؤال للاوائل، ايه الفرق بين الهايبوكسيا والاسفيكسيا؟ الهايبوكسيا يا اولاد وان ايتم، يعني اوكشن ناقص بس. انما الاسفيكسيا لو واحد طبق في زماره رقبتك 3 ايتمز، هينقص الاوكشن نمره 1، ويزيد الكربون دايكسايد، ويزيد الكربونيك اسيد على الهيدروجين اين. يبقى ايه الفرق؟ سؤال شافه بين هايبوكسيا واسفيكسيا. في الهايبوكسيا وان ايتم، نقص البريشر اوف اوكشن. في الاسفيكسيا 3 ايتمز، نقص الاوكشن مع زياده كاربون دايكسايد مع اسيدوز. يبقى ايه اللي يزرقك؟ نوعين من الهايبوكسيا، هايبوكسيك وستاجنانت، الاول والثالث هايبوكسيك وستاجنانت. او لو واحد خنقك اسفيكسيا. طب ايه الفرق بين اسفيكسيا وهايبوكسيا؟ الهايبوكسيا حاجه واحده بس، نقص اوكشن. نعمل الاسفيكسيا 3، نقص اوكشن مضاف اليه زياده في ثاني اكسيد الكربون وزياده الهيدروجين اين كونسنتريشن. طيب نيجي للنقطه الثالثه، ريليشن بتوين هايبوكسيا اند سيانوزس. هل في علاقه ما بين الهايبوكسيا والسيانوزس؟ يعني ساعات يقول لك ايه، جمله جميله يا اولاد، هل الهايبوكسيا جوز هاند ان هاند ويذ سيانوزس؟ يعني هل كل عيان عنده سيانوزس عنده هايبوكسيا؟ الإجابة لا طبعا. هنا الإجابة بتنقسم إلى شقين. هتقول واحد في نوعين يوجد نوعان من الهايبوكسيا معهمش سيانوز. أهو يبقى عنده هايبوكسيا وما عندوش سيانوز، اللي هو الأنيميك، بتبقى أبسم في الأنيميك، بيبقى لونه شاحب، اللي عنده أنيميا لونه شاحب مش أزرق. والهيستوتوكسيك هايبوكسيا مش ازرق، مش بس طبيعي، ده اكثر احمرارا مما ينبغي. في السيانايد بويزنج بتاعت الهيستوتوكسيك مفيش سيانوزس، ده العام بيبقى لونه مفيش احمر من كده. الاثبات اللي دامغ اكتر بقى، اثبات رائع يا اولاد، هجيب لك حاله هايبوكسيك هايبوكسيا، يبقى دي معاها
سينوزس او النوع الهايبوكسيك، هايبوكسيا معناها سينوزس. وهاخد العيان ده وهعمل فيه مره حاجتين، هاخده مره واطلع بيه في الهاي التيتيود، يعني هاخد العيان اللي عنده هايبوكسيا ونطلع في حته مرتفعه، فنقص الاكسجين يطلع اريثروبيوتين يزود تكوين كرات الدم الحمراء، يزود الهيموجلوبين بشقيه. الاكليماتيزيشن ده اللي هو التكيف هيزود الهيموجلوبين بشقيه، هيزيد الاوكسي هيموجلوبين وهيزيد الريديوز هيموجلوبين. طيب لما يزيد الاوكسي هيموجلوبين، الهيموجلوبين المحمل بالاكسجين، يبقى الهيبوكسيا تقل ان بقى في اوكسجين. بينما لما يزيد الريديوز هيموجلوبين، الريديوز هيموجلوبين الازرق، السينوس تزيد. يبقى دي بقى حاله دامغه اكتر، ادي حاله بينما الهيبوكسيا بتقل السينوزس بيزيد. هاخد حاله تانية، العيان اللي عنده هيبوكسيك هيبوكسيا وسينوزس، واحد ضربه فنزف حصل له هيموريدج، فالهيموريدج خلاه يفقد الهيموجلوبين بشقيه برضه، ما هو مش بينقي، بيفقد الهيموجلوبين، جزء من هذا الهيموجلوبين مفقود اوكسي وجزء منه ريديوز. فلما يفقد اوكسي هيموجلوبين، هيموجلوبين محمل بالاكسجين فقده يبقى ناقص الاكسجين يزيد، الهيبوكسيا تزيد. بينما لما يفقد ريديوز هيموجلوبين اللي هو لونه ازرق، فقد جزء منه، يبقى السينوز تقل. يبقى برضه اثبات رهيب، بينما الهيبوكسيا بتزيد، الهيبوكسيا بتزيد، السينوزس بتقل. فالاثبات ده اقوى من الاثبات الاولاني. يبقى ما يقول لك هل في ريليشن ما بين الهيبوكسيا والسينوزس؟ هل السينوزس جوز هاند ان هاند ويز هايبوكسيا؟ تقول له لا. ليه؟ تقول له عندي اثباتين. واحد، انه في انواع من الهايبوكسيا مع السينوزس اللي هما النوع الثاني والرابع، الانيميك والايستوتوكسيك، انيميك وايستوكسيك. الاثبات الدامغ اكتر تقول له النوع الاول هو الهايبوكسيك هايبوكسيا. عنده الاثنين هايبوكسيا وسينوزس. هاخد حالتين فيها الهيبوكسيا ماشيه عكس السينوز. لو خدت العيان اللي عنده هيبوكسيك هيبوكسيا وسينوزس ده وطلعت بيه فوق جبل في نقص في الاكسجين، هيطلع اريثروبيتين يزود الار بي سيز، نسمي ده اكلوماتيزيشن، تكيف. فهيزيد الاوكسي هيموجلوبين ويزيد الريديوس هيموجلوبين اللي هو السهم اللي طالع اهو. زياده الاوكسي هيموجلوبين هتقلل الهيبوكسيا لان بقى عنده اوكسجين، بينما زياده الريديوز هيموجلوبين اللي هو لونه ازرق هتزود السينوز. نفس العيان ده هيحصل له هيموريدج، اتخانق وحصل له هيموريدج، ففقد الهيموجلوبين بشقيه الاوكسي والريديوز. فقدان الاوكسي هيموجلوبين يزود الهيبوكسي، بينما فقدان الريديوز هيموجلوبين ما بقاش عنده ريديوز هيموجلوبين ازرق، يقلل السينوزس. النقطه الاخيره في اجابه سؤال السينوزس التايب، او اسف تايبس، نقطة لسه رقم 4. التايبس اوف سينوزس ممكن نقسمها الى لوكالايز وجنرالايز. فاكر في الاستاجننت هايبوكسيا اللي معاها سينوزس، لو العيب في القلب يبقى كل الانسجة مش راح لها دم، يبقى الهيموجلوبين هناك هيبقى ريديوزد، يبقى كله هيبقى لونه ازرق، سموها جنرالايز او سنترال هايبوكسيا، لان العيب في السنتر في القلب. بينما لو عندي دراع واحد الفيسل بتاعه مقفول، يبقى الدراع ده بس هيزرق، يبقى يسموه لوكالايزد او بريفرال هايبوكسيا. طيب نيجي النقطه الاخيره في السينوزس. احنا انا رايي يا اولاد نخلص اللوحه دي بس ونترك اللوحه الثانيه للمحاضره الاخيره، عشان المحاضره الاخيره سهله جدا، مش بصعوبه المحاضره دي. Factors affecting synosis. أنا بقولها بطريقة سهلة. يعني تأمل إيه synosis ده يا أولاد؟ يعني شوف عيش الموقف، عشان حتى لو أنا مش مذاكر أجيب الفاكتور. synosis ده أنا شايف reduced hemoglobin في الكابيلاري، ما أنا ما أقدرش أشوفه من خلال الجلد. يعني أنا شايف reduced hemoglobin، اللون الازرق ده عباره عن ريديوز هيموجلوبين، شايفه من خلال الكابيلاري والجلد. يبقى ثلاث عوامل، هيموجلوبين وكابيلاري وجلد. شوف طريقه ذكيه ازاي، يعني عيش اللي بتقوله.
ما هو السانوزس؟ ايه السانوز ده؟ لون ازرق. انا شايف ريديوس هيموجلوبين هو لونه ازرق من خلال الكابيلاري والجلد. يبقى هيموجلوبين وكابيلاري وجلد. نمسك الجلد، كلام بسيط خالص يا ولاد. جلد سكين الثيكنس والبيجمنتيشن. تفتكر سانوزس في واحد اشقر ابيض هيبان كويس قوي، انما واحد اسمر هيبان اقل. يبقى البيجمنتيشن في الجلد هتفرق، لون الجلد. ثيكنس احسن حته تشوف فيها السيروز. خد بالك انت بتبص على ريديوز هيموجلوبين من خلال الكابيلاري والجلد، يبقى نقي جلد رفيع في الليبس، في الفينجر تيبس تحت الضوافر، انما مش هشوف السيروزس في كف الايد او في قلع منها في السول، الجلد تخنه كده. يبقى يوجد شيئان يؤثرا في الجلد في لون اللون الازرق باين ولا مش باين. البيجمنتيشن، واحد اشقر هيبان فيه كويس قوي، واحد اسمر او اسمر مني كمان مش هيبان كويس اللون الازرق. خلاص. نمره اتنين بعد البيجمنتيشن الثيكنس، ادور عليه في حتت السكين ثين ذا ليبس والفينجر نيل. خلاص، انا ما ادورش عليه في الصول مثلا. طيب نمسك الكابيلاري. طبعا حسب كميه الدم، يعني السانوزس بتتناسب مع كميه الدم اللي داخل، فده الكابيلاري البلاد فلو. السانوزس دايركتلي بروبورشن تو ذا بلاد فلو. نيجي نمره 3 الهيموجلوبين. الهيموجلوبين نمره 3 يا اولاد فيها ثلاث حاجات. التوتال هيموجلوبين، يعني لو انا عندي انيميا الهيموجلوبين قليل، طب ما بتوع الانيميا لان الهيموجلوبين قليل فريديوز الهيموجلوبين بدوريه قليل، ما عندهمش سانوزس كلهم شعب بس. طب والعكس في التوتال هيموجلوبين، واحد عنده بوليثايسيميا يبقى 100% الهيموجلوبين كتير فريديوز بدوريه كتير فالسانوزس تبقى كتيره. يبقى الانيميك كل ما يبقى عنده انيميا تقلل السانوزس، عنده بوليثايسيميا تزود. الاهم بقى من التوتال الريديوز هيموجلوبين. الثريشولد كام يا اولاد؟ 5 جرام. طبعا لو 6 جرام يبقى اكتر ازرق اكتر، 8 جرام يبقى كحلي. يبقى اللون السانوزس بروبورشن تو ذا اماونت اوف ريديوس هيموجلوبين. طب نيجي ابنورمال هيموجلوبين او ابنورمال كومبوزيشن اوف بلاد. فاكر الميت والصلف هيموجلوبين دول مش سانوزس، ده مش ريديوس بس لونهم ازرق. طب لو واحد عنده لايبيميا يعني دهنيات الدم كتيرة قوي، ده بيبقى انت لو خدت عين الدم بعيان عنده الدهون كتيرة تلاقيه الدم لونه ابيض كده، فيه بياض. طب ما ده هيخفف لون الازرق، يبقى هيقلل السانوز. ده واحد من اهم الاسئلة هقوله تاني بقى. السانوز تاني يا اولاد، يعني ايه سيان؟ يلا قولوا معايا، سيان يعني ازرق. انا رأيي حتى مش تشرحوه بخمس نقط في ست، هقولك ليه. رأيي ان الثريشولد ده تعتبروها نقطة لوحدها اهي، يبقى اعتبره. وده واحد من اشهر الاسئلة اللي بتيجي ومن اهم الاسئلة في النظري، سانوزس. حتى الموضوع يقول لك هايبوكس اند سانوزس اهم موضوعين في الريسبريشن. ديفينيشن، عد معايا ديفينيشن ثلاث كلمات. بلوش كالوريشن، لون ازرق. ايه سببه؟ مش حب، لازم يبقى سببه ريديوز هيموجلوبين. فين عشان يتشاف؟ ان كابيلاس. ادي اول نقطه. يبقى بلوش كالوريشن اوف سكين اند ميوكس ممبرين ديو تو ريديوز هيموجلوبين ان كابيلاس. ثلاث كلمات يا اولاد. طيب النقطه الثانيه، ثريشولد اوف سانوزس. قلنا رقم الحسن اوعوا تنسوه، 5 و5. لازم يبقى على الاقل فيه 5 جرام ريديوز هيموجلوبين، 5 جرام ريديوز هيموجلوبين عشان يبان لون ازرق. النقطه الثالثه، الكوزس اوف سانوزس، نوعان من الهايبوكسيا، النوع الاول والثالث هايبوكسيك وستاجنان. او لو واحد طبق في زماره رقبته اسفيكس، هيسالك في الشفوي ايه الفرق بين هايبوكسيا واسفيكس. الهايبوكسيا حاجه واحده نقص اوكسجين، الاسفيكسيا ثلاثه هم قصادك، نقص الاكسجين مع زياده الكربون دايكسايد مع زياده الهيدروجين آيون. النقطة الرابعة، ريليشن تو هايبوكسيا، دي مهمة جدا. قلتها، سانوزس داز نوت جو هاند ان هاند ويز هايبوكسيا.
في نوعين من الهيبوكسيا معهم سانوز، الثاني والرابع انيميك، لان الهيموجلوبين قليل فالريديوز دي بدوري قليل فما قدرش يحقق الثريشولد. الهيستوتوكسيك ده مش بس مش لونه مش ازرق، ده مش لونه طبيعي، ده الفينس بلاد رجع كما الارتيريال، ما فيش احمر من كده. في الهيستوتوكسيك اللي هو السانايد ما فيش احمر من كده. الاثبات الدامغ اكتر ناخد الهيبوكسيك هيبوكسيا اللي هو اشهر نوع، ده بقى عنده سانوزس، ومره نطلع بيه فوق جبل ومره نبطحه نعوره نجيب له هيموريدج. لو طلعنا بيه فوق جبل الهيموجلوبين بشقاي هيزيد، الاوكسيو ريديوست لما يزيد في الاكل ليه فاهم، لما نطلع فوق جبل في نقص في الاوكسجين يطلع اريثروفيتين يزود تكوين الهيموجلوبين، طبعا الاثنين اوكسيو ريديوست، لما يزيد الاوكسي هيموجلوبين محمل بالاوكسجين يبقى في اوكسجين يبقى الهيبوكسيا تقل، لكن لما يزيد الريديوست هيموجلوبين الازرق السيروس تزيد. ادي ماشيين في اتجاهين متعاكسين، لو بطحته بقى وعملت له هيموريدج فقد الدم بره ما بنقيش، فقد الدم بنوعيه، فقد اوكسي هيموجلوبين ريديوس هيموجلوبين. لما يفقد جزء من الهيموجلوبين المحمل بالاوكسجين يبقى الاوكسجين قل يبقى الهيبوكسيا تزيد، لكن لما يفقد ريديوس هيموجلوبين اللي لونه ازرق السيروس يقل. ادي مره ثاني ماشيين في اتجاهين متضادين. ثم نيجي التايبس، قلنا يا اما جنرالايزد او سنترال يا اما لوكالايزد اور بريفيرال. نيجي النقطه السادسه الفاكتورز، عيشها زي ما انا عشتها كده يا اولاد. ايه اللون الازرق ده؟ انا شايف ريديوز دي هيموجلوبين في البلد من خلال الجلد، يبقى هيموجلوبين وبلاد وجلد. الجلد يهمني فيه حاجتين، الثيكنس والبيجمنتيشن، البلاد يهمني فيه الفلو. الهيموجلوبين نمره 3 فيها 3 اهي باللون الاحمر. التوتال هيموجلوبين ريديوز هيموجلوبين ده اهم ايتم، والابنورمال هيموجلوبين. طب ما هو المت والسلفر لهم ازرق بس مش هنعتبرهم سيروزس ان ده مش ريديوزد خلاص. وبعدين ولان بعض الناس طبعا بيعتبروا السلف والميت، ما هو الهيموجلوبين مش فانكشن يعتبروها سيانوزس، يعني بعض الجامعات بتعتبر سيانوز، لكن لو اصروا قال لك دي مش سيانوزس لانها مش ديوز تقول له ايوه لان انواع ثانيه من الهيموجلوبين. وابنورمال حاجه ان يبقى فيه لايبيميا بتخفف لون الازرق. نيجي اخر حته لطيفه جدا، ثلاث قصص قصيره ونقفل بكده يا اولاد. ايه المشكله في الهاي التيتيود؟ في مشكله واحده في الهاي التيتيود، هايبوكسيك هايبوكسيا نقص الاوكسجين. يبقى المشكله في الهاي التيتيود نقص اوكسجين. الاول معلومه مهمه جدا ان هو انهابيتيشن، يعني يقدر الانسان يعيش اقصى ارتفاع ممكن يعيش عليه الانسان، سؤال مهم قوي، 20,000 قدم فوق سطح البحر باللون الاحمر هي سطح. طيب نيجي للهيبوكسيا، الهيبوكسيا هياخد ثلاث قصص قصيرة. مرة قصة مدمرة على ارتفاع 30,000 قدم اللي هو الطيارة، طيارة اتفتحت فجأة. طبعا لما تتفتح البريشر بيبقى بره 20 مليمتر مربع، أقل من 20 مليمتر. وهاخد مرة تاني واحد طلع فوق جبل على ارتفاع 20,000 قدم، طلع بسرعة أكيوتلي. بيبقى ضغط الاكسجين طبعا كل ما بنزل من الارتفاع ضغط الاكسجين يزيد 40. ومره ثالثه عند ارتفاع 10,000 قدم ضغط الاكسجين يزيد يبقى 60 ملم مربع. يبقى شايف انا حطيت لك الاعداد بطريقه تحفظ. هاخد قصه على ارتفاع 30,000 20,000 10,000 فيت، حلوه؟ 30 20 10 الاكسجين بالعكس بقى. الاكسجين كل ما كنت في ارتفاع اعلى يبقى النسبه اقل، يبقى عند 30,000 هيبقى البريشر اوف اوكسجين 20، 20 هيعلى يبقى 40، 10 يبقى 60. يبقى حلوه الاعداد الارتفاعات 30 20 10,000، طبعا كلها 30,000 20,000 10,000، 30 20 10. الاكسجين بالعكس 20 40 60، يبقى ماشيه جميله كده حفظتها. تعال ناخد اولا تاثير الهيبوكسيا بيعتمد يا اولاد على اشياء كثيره، واحده على الريت، هل حصل نقص الاكسجين بسرعه ولا ببطء؟
السيفيريتي اوف هايبوكسيا، يعني الاكسجين ناقص جدا ولا ناقص شويه، على الديوريشن انا تعرضت لمده قد ايه نقص الاكسجين، على التيشو اكتر نسيج لا يتحمل نقص الاكسجين هو البرين، ونمره خمسة على المقدره على الاكليماتيزيشن التكيف، لو انا شاب صغير لسه عندي الاكليماتيزيشن قوي الكومبنساتوري ميكانيزم قوي هتحمل هايبوكسيا عن شخص عجوز. يبقى خمس حاجات اساسيه تؤثر في تاثير الهايبوكسيا. نقولهم تاني، الريت هل حصل بسرعه ولا ببطء، السيفيريتي نقص الاكسجين جامد ولا قليل، الديوريشن طويله ولا قصيره، التيشو نمره اربعه اللي هو البرين اكتر حاجه بتتاثر، ونمره خمسه كومبنساتوري ميكانيزمز. نيجي بقى ثلاث قصص. القصه الاولى، ركبنا طياره، الطيارات عارفين بتطير على ارتفاع 30,000 قدم فوق سطح البحر في المعظم، يعني في اكتر شيء اقل شويه، وطبعا البريشر جوه الطياره في جهازين بيظبطوا البريشر يخلوه زي الضغط الجوي، جهازين واحد واحد احتياطي. فجاه حصل الطياره اتفتحت، عمليه ارهابيه اتفتحت الطياره، فقد الاكسجين اللي في الطياره، ضغط بقى زي بره 20 مليمتر مركري، هتفقد الوعي في غضون 15 ثانية ويتوفاك الله في غضون 5 دقائق. عشان كده لما بيقولوا لنا في الطيارة لو نقص ضغط الاكسجين، الطيارة اتفتحت ونقص ضغط الاكسجين، وقع الماسك قصادك، الأول تلبسه بعدين تساعد اللي جنبك، لأن عندك 15 ثانية بس، 15 ثانية بس عشان تلتقط الماسك وتلبسه وتعدل نسبة الاكسجين وبعدين تساعد اللي جنبك. لكن لو انت اهدرت ال 15 سنه دي في مساعده الطفل اللي جنبك او الراكب اللي جنبك، انت يغمى عليك، لا هتساعد روحك ولا تساعده. يبقى في 15 ثانيه هنفقد الوعي، وفي 5 دقائق هيتوفر الله. كانت هذه القصه الاولى. القصه الثانيه اللي هي الجبل. هنطلع فوق جبل ارتفاع 20,000 قدم. في فخر المعلومات العامه اعلى قمه في العالم هي قمة إيفرست في الهيمالايا. انتوا عارفين ارتفاع إيفرست كام؟ أنا فاكرها، عارف ليه؟ رقمين حلوين، 28,000 و29,000، رقمين ورا بعض، 28,000 و29 قدم، 28,000 و29 قدم، فأنا فاكرها كده. أقول لك حاجة، أهم حاجة إنهم بيطلعوا لهذه القمة في 6 أسابيع، ما يطلعوش بسرعة. لو واحد حاول يطلع بسرعة زي الأخينا ده اللي هنتفرج عليه هنشوف إيه اللي هيحصل له. لو عمل acute rapid يعني حاول يطلع بسرعة، القمة ممكن تطلعها في أقل من يوم، بس هما بيطلعوا ويعسكروا في فقر المعدات العامة 3 مرات وهم طالعين عشان الجسم يتعود ويكون RBCs ويعمل التغيرات اللي هنقولها المحاضرة القادمة بإذن الله. التعود، لو واحد طلع بسرعة بقى 20,000 قدم بسرعة حيث نقص ضغط الاكسجين الى 40 مليمتر مركري، هيحصل له acute mountain sickness، مرض الجبال الحاد، acute mountain sickness، هيبقى بالظبط كانه شرب الكحول، كانه عنده alcoholic intoxication. يبقى حلو حتى الايه مع الايه، يبقى acute mountain sickness كانه عنده acute intoxication. طب تعال نتفرج بقى، تخيل واحد شرب الكحول، ايه اللي هيحصل له؟ يمشي يتطوع، ان كوردينيشن يعني عدم توافق في الحركه، ديس اورينتيشن، مش مدرك النهارده الثلاث، النهارده الاربع، النهارده الجمعه، مش عارف خلاص، فوميتنج، يتقيأ، بيشربوا الكحول بيتقيأوا، بور جادجمنت يعني يتفوه بالفاظ ما كانش بيقولها هو راجل محترم على سطح الارض، ويعمل حركات مش لطيفه خلاص، انا جدع بقى زي اللي شارب الكحول، وبعدين كوما، يفقد الوعي وداث. لماذا يموت بقى؟ هقول لك بيموت بسببين، بيحصل له بالمونري إديمة وسيريبرال إديمة، بالمونري وسيريبرال، بالمونري وسيريبرال إديمة. القصه الثالثه بقى نعيدهم ونقفل بكده يا اولاد، كرونيك سلو، يبقى مش اكيوت رابيد، كرونيك يعني مزمن وببطء، يعني هو فترة طويلة ببطء، زي العيانين اللي عندهم اللي قاعدين في قسم أمراض صدرية في أي مستشفى. يبقى دول عندهم كرونيك سلو هايبوكسيا. أو هناخدها بالارتفاعات، طلع الارتفاع 10,000 قدم.
حيث ضغط الاكشن قليل من 100 بس 60 بس مش ما اقلش ل 40 بيحصل له كرونيك ماونتن سيكنس. يبقى هنا المرض اسمه كرونيك ماونتن سيكنس مش اكيوت. طب السيمتومز كانه ايه؟ كانه مضروب علقه فتيج. في محاوله لانقاذ الموقف بتاع نقص الاكشن يزود النفس ويزود الهارت ريت، فيزيد الهارت ريت ويزيد النفس فيبقى عنده ديسنيا يعني هجان. طب ثلاثه عنده هيدك يصدع من نقص الاكشن. نوزيا وفوميتنج يتآيه غثيان نفسه يتآيه، ودي انا عندي تامل فيها يا اولاد، ليه لما بينقص الاكشن الواحد بيتآيه؟ عشان يفضي الجهاز الهضمي، عشان الجهاز الهضمي يقف ما يشتغلش فلا يحتاج لاكسجين، فيسيب الاكسجين للاهم وهو البرين. يعني شوف فعلا اعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب ياخذ الايه؟ الاجر. ده ما اللي بقولها. ليه ربنا خلى الهيبوكسيا تخليك يجي لك غثيان نفسه تتآيه؟ عشان انت لما هتجي لك غثيان نفسه تتآيه هتفضي الجهاز الهضمي، يبقى الجهاز الهضمي هيقف مش هيحتاج دم منك، فيترك الدم والاكشن اللي هو القليل اللي مش متاح لمن هو اهم منه وهو البرين. ومع ذلك برضه البرين هيحصل فيه دراوزنس. يبقى اعراض المرض لطيفه ان هو بيحاول يحل المشكله بانه زود الهارت ريت عشان يلفف الدم اكتر، زود النفس فجاله ديسنيا نهجان، وبعدين جاله صداع هيديك ودراوزنس، ده في الهيدا النك لان السي ان اس اكتر حاجه بتاثر. وبعدين النوزيا دي بحب اتامل فيها انه بيحصل لهم نوزيا وفوميتنج عشان يفضي الجهاز الهضمي عشان يترك البلاد المتاح والاكشن للبرين. ده سؤال نظري مش مهم قوي يا اولاد، بس اقوله تاني في عجاله ونقفل بكده. يستطيع الانسان، ده سؤال في الام اس كيو، اقصى ارتفاع ممكن يعيش عليه الانسان هو 20,000 قدم، الانهابيتيشن 20,000 قدم. ثم خدنا ثلاث قصص قصيره، في كل قصة فيها رقمين حبيت أقارنهم ببعض. 30,000 قدم، 20,000 قدم، 10,000 قدم، أدي أول رقم. طب الأكسجين بقى هيمشي بالعكس، الأكسجين هيمشي بالعكس. عن 30,000 هيبقى قليل جدا، أقل من 20 وبعدين أقل من 40 وبعدين أقل من 60، يبقى الأول تحفظ الأرقام. وبعدين تيجي بقى الإفكت، قال عن واحدة الأولانية بحب أحكي الحكاية ليه؟ عشان تفهمها. فين الواحد على ارتفاع 30,000 قدم؟ ان تتفتح طياره، ما الطياره على ارتفاع 30,000 قدم. حصل فيها عمل ارهابي واتفتحت. عندك 15 ثانيه وتفقد الوعي انكونشسنس. وفي 5 دقائق يتوفاك الله، عشان كده تساعد نفسك تلبس نفسك الماسك وبعدين تساعد اللي جنبك. 15 ثانيه وتفقد الوعي، 5 دقائق يتوفاك الله. طب اكيوت رابيد. واحد من متسلقي ايفرست، اول واحد تسلق ايفرست كان من نيوزيلندا في سنه 1900 اظن حاجه 40 49 اول واحد في الدنيا. هبحكي قصتها في اوانيها. بس غبي بقى، مفروض يطلع ببطء عشان يشغل الاكليماتيزيشن، فطلع اكيوت تو رابيد، يعني بسرعه طلع ارتفاع 20,000 قدم، يعني الاكشن نقص عنده بصوره حاده وسريعه، فكانه بالظبط شارب الكحول. حتى يسموها الكهوليك انتوكسيكيشن، يعني زي الالكهوليك انتوكسيكيشن، هو مش شرب الكحول، نقص الاكشن هيأثر على البرين زي الكحوليات، ويسموا المرض اكيوت ماونتن سيكنس. انكورنيشن يمشي يتطوح زي السكران، ديس اورينتيشن مش داري، يتآيه، فوميتنج، بور جادجمنت حكمه على الامور غلط، وفي الاخر كوما وديث. وقلنا بيموت من ايه يا اولاد؟ سيريبرال اديما وبالمونار اديما. القصه الثالثه اللي هم زي الجماعه اللي موجودين في قسم امراض صدريه. او لما تطلع ارتفاع 10,000 قدم حيث ضغط الاكشن نزل من 100 الى 60، هنا ما نزلش قوي بقى. يسموه كرونيك ماونتن ثيكنس. والسيمتومز اهم حاجه فاتيج، لان الاكشن ده الفيول يا اولاد اللي بيحركنا. فلما ابقى ما فيش فيول يبقى مش عارف اتحرك، يبقى فاتيج. زائد شويه حاجات تانية لطيفه. في محاوله لانقاذ الموقف هنعمل 3 حاجات. نزود الهارت ريت، نزود النفس ديسنيا، نوقف الجي اي تي بان نوزي اند فوميتنج. وقلنا اكتر واحد بيتاثر اللي هو سي ان اس، فيحصل هيدك، صداع، ودراوزنس. هنكتفي بهذا القدر، ويبقى عندنا محاضره واحده فاضله في الريسبريشن يا اولاد.
وأشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم. ومرة أخرى بذكركم على مساندة أطفال السرطان. أنا عارف أن يعني يمكن الناس تتضايق أن أنا بقولها مرارا وتكرارا، لكن استحملوني. أنا عارف أن مشاعركم الطيبة مش مستنية على الإطلاق أن أنا أقول أي حاجة، وأسعد بلقائكم، وبإذن الله أراكم على خير قريبا جدا. أنا أعتقد أن احنا هنبتدي بالمحاضرة الأخيرة في الريسبيشن عشان نخلص منه، ونتفرغ للفاسكولار مجموعة المحاضرات، وبرضو هم مش كتار اللي فاضلين، ونبقى عندنا فرصة للمراجعة. أسعد الله أوقاتكم وأوقاتكم، وأراكم على خير بإذن الله، وأدعو لكم بالتوفيق. شكراً.